السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة مراجعة ليالي الامتحان. في البداية الفيديوهات دي إن شاء الله هتكون متاحة تنزل على اليوتيوب تشانل بتاعتنا إن شاء الله، وعلى قناة مستر حسن نجار مشكورا، علشان توصل لأكبر عدد من الطلبة وأكتر ناس تقدر تستفاد إن شاء الله. المراجعة بتاعتنا احنا مقسمينها لخمس أجزاء، كل جزء وكل حصة هتكون فيها شابتر الكتريستي، مراجعة سريعة جدا 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 وحل أهم الأسئلة، ثم شابتر مودرن، مراجعة سريعة جدا 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 وحل أهم الأسئلة. يعني احنا إن شاء الله مفروض نبدأ نخلص المراجعة المنهج بالكامل بحل أهم الأسئلة كلها اللي فيه على أربع فيديوهات، ثم آخر فيديو إن شاء الله يكون حل أسئلة مهمة جدا وامتحانات، ونتوكل على الله ندخل على الامتحان على كده إن شاء الله. بالنسبة للطلبة اللي معانا إن شاء الله ده بيكون الهومورك وأسئلة زيادة. قبل ما نبدأ نحل هنبدأ نراجع سريعا جدا شابتر 1. النهاردة عندنا شابتر 1 وشابتر 5. نبدأ بشابتر 1 سريعا جدا 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 كده، نفتكر ايه اللي كان عندنا. اول حاجة كان عندنا الاي اللي هي الالكتريك كارنت انتنسيتي، واللي هي ايكوال كيو اوفر تي، وعرفنا ان الكيو دي هي الكوانتيتي اوف تشارج، صح كده؟ الكوانتيتي اوف تشارج، واللي تحتها ده التي اللي هو التايم. طيب انا عارف ان الاي بتتقاس بالامبير صح، والكيو بتتقاس بالكولوم، بينما التي بتتقاس بالايه؟ بالسكند. اذا هنا من هنا اقدر اطلع ان الامبير equivalent يعني بيساوي كولوم اوفر سكند، تمام كده؟ طيب ممكن اكتبها كمان بشكل ان الامبير ايكوال كولوم، وبدل ما السكند دي تحت تو ذا باور 1 اطلعها فوق بسكند تو ذا باور نيجاتيف 1. طالما حاجه تحت ليها باور بوزيتيف ينفع اطلعها فوق، بس ايه؟ الباور بعكس الساين. فلو فوق هو نيجاتيف انزله تحت ببوزيتيف، ولو هو تحت بوزيتيف اطلعه فوق بنيجاتيف، المهم يبقى ايه؟ العكس. طيب بعد كده عندنا رول تانية اللي هي الفي ايكوال دبليو اوفر كيو. ال دبليو دي الورك دان، اي كيو دي الكوانتيتي اوف تشارج، والفي دي اللي هي البوتنشال ديفرنس. بوتنشال ديفرنس يعني فرق ما بين بوتنشال ما بين نقطتين. يعني لو انا عندي بوينت هنا وبوينت هنا، وعندي هنا الكترون، الالكترون ده بوينت مثلا في 1 ودي في 2، الالكترون ده يتحرك ناحيه الفي 2 ولا يتحرك ناحيه الفي 1؟ ما اعرفش. بس لو انا جيت قلت لك ان الفي 1 جريتر ذان الفي 2، لا، يبقى الالكترون ده لازم يتحرك من الفي 1 اللي هي العاليه الى الفي 2 اللي هي ايه؟ الاقل، صح كده؟ عشان كده دايما بقول على الفي دي بوتنشال ديفرنس، يعني فرق جهد، يعني نقطه عندها بوتنشال عالي او جهد عالي، ونقطه عندها فولت او بوتنشال قليل، فبالتالي العالي بيزق الالكترون ناحيه الفولت الايه؟ الاقل. خلاص كده؟ طيب ومن هنا طلعنا ان الفي ايكوال دبليو اوفر كيو. طب الدبليو الفي الفي الاول بتقاس بايه؟ بالفولت، صح كده؟ طيب الدبليو بتقاس بايه؟ بالجول، اللي هو الورك دان بيتقاس بالجول. طب الكيو بتقاس بالكولوم، يبقى ينفع اقول ان الفولت ايكويفلنت او ايكوال جول دوت كولوم، ولكن هنا تو ذا باور 1 يطلع فوق بعكس الساين، يبقى سي تو ذا باور اللي هي كولوم تو ذا باور نيجاتيف 1. خلاص كده؟ خلي بالك قوي من اليونتس والايكويفلنت ليها، يعني كل يونت ايكويفلنت لايه؟ خلي الكلام ده في دماغك، ما تحفظهوش، طلعه من الرولز. انت الرولز المفروض حافظها وفاهمها، والرولز معاك في ورقه المفاهيم، فانت تقدر تطلع منها اليونتس، بس خليك متمرن عليها عشان تبقى ايه؟ جاهز. طيب عندنا بعد كده رول مهم جدا اللي هو الريزيستنس. الريزيستنس ايكوال ايه؟ رو اي ال اوفر الاي. ايه الرو اي دي؟ قال لك دي ريزيستيفيتي، تمام؟ ريزيستيفيتي او المقاومه بتاعت ايه؟ ماده السلك، مش الواير نفسه، الماده اللي مصنوعه منها الواير. طب ال اللينس بتاع الواير، طب الاي الكروس سكشنال اريا، صح كده؟ طيب لو انا جيت قلت لك واير ستريتشد او رابت
يعني مسكت سلك كده وشديته. هل السلك اتغير؟ هل نوعه اتغير؟ هل المادة المصنوعة منها اتغير؟ لا. اذا الرؤي تفضل كونستنت، صح كده؟ يبقى لو انا عايز اعمل كومبارزون كده او مقارنة ما بين الار 1 والار 2، يعني ريزيستنس قبل وبعد ما اعمله ستريتشنج، هلاقي ان الار دايركت مع اللينس، يبقى اقول ار 1 اوفر ار 2 ايكوال ال 1 اوفر ال 2. خلي بالك دي تايمز، ها؟ مش ايكوال، تايمز. الار انفرس مع الاي، يبقى ار 1 اوفر ار 2 هنا اي 2 اي 1، لان الار انفرس مع الاريا. خلاص كده؟ يبقى ده اول ايه؟ اول رول مهم عندي. لو انا عايز اعمل كومبارزن ما بين الار 1 والار 2، هقول ال 1 اوفر ال 2 تايمز اي 2 اوفر الاي 1. طب هو لو في سؤال، وده اللي غالبا بيحصل، ما بيجيبليش سيره واحده منهم، يعني بيجيب لي اللينس مثلا، بيقول لي اللينس دبلت، يعني ال2 ايكوال 2 ال1، ده معنى كلمه دبلت، يعني لينس انكريز تو دبل. هو ممكن افهم ان الاريا على طول ديكريز تو هاف، لان الاريا انفرس على طول، بس انا مش هشتغل كده. هو مش كلمني على اللينس، ما دخلش نفسي في مداهات، اشتغل باللينس بس. بس ساعتها هقول له ان الار 1 اوفر ار 2 ايكوال ال 1 اوفر ال 2 وكلهم تو ذا باور 2، يعني هقول ان ال 1 تو ذا باور 2 وال ال 2 تو ذا باور 2. طب ليه يا مستر؟ ما هنا كانت تو ذا باور 1 ودي تو ذا باور 1، جت منين تو ذا باور 2 دي؟ هقول لك على حاجه. هو فوق كانت ال1 تو ذا باور 1 تايمز الاي اللي هي برضه تو ذا باور 1، فالتوتال باور اللي فوق بكام؟ ب2. فانا لازم احافظ على الباور، طالما هشتغل بواحده منهم بس، سواء اللينس او الاريا، يبقى هشتغل ماشي باللينس والاريا زي ما هم، يعني يا اما ال1 وال2، ولكن تبقى ال سكوير وال سكوير، يا اما اقول ايكوال اي2 اوفر اي1، بس الاي2 تبقى سكوير والاي1 سكوير برضه. خلاص، يبقى ده ايكوال A2 سكوير اوفر الـ A1 سكوير. ليه A2 اوفر A1؟ لأن الـ R انفرس مع الـ R. الـ R انفرس مع إيه؟ مع الـ Area أو Cross Sectional Area. خلاص كده؟ طيب، يعني من هنا ممكن نلخص الرولز كده، نقول إن الـ I ايكوال Q اوفر T. أنا عايزك تبقى إيه؟ الرولز عدت عليك كتير. ما تستناش تبص على ورقة المفاهيم، أو تستنى إن أنت تبص على رول مش حافظه، خلي الرولز كلها في دماغك عشان ما تضيعش وقت في الامتحان بتدور على الرول. ال I equal Q over T، طيب ال V equal W over Q أو ال work over the quantity of charge. طب عندنا إيه تاني؟ قلنا إن ال R equal rho E L over ال A، صح كده؟ بس لو أنا عامل conversion يبقى R1 over R2 equal L1 over L2 تايمز A2 اوفر A1. طب الكلام ده ينفع استخدم فيه اللينس بس؟ ينفع. هنعمل ايه؟ هنقول L1 باور 2 اوفر L2 باور 2. طب ينفع استخدم الاريا بس؟ ينفع، يعني لو هو عطاني في السؤال اريا بس ينفع اشتغل بيها لوحدها. يبقى اريا 2 ولكنها سكوير اوفر اريا 1 سكوير. يبقى باختصار كده، لو هشتغل باللينس والاريا مع بعض تايمز بعض، يبقى هشتغل بيهم كل واحده تو ذا باور كام؟ 1. لو هشتغل باللينس بس يبقى اللينس تو ذا باور 2، لو بالاريا بس يبقى الاريا تو ذا باور 2. خلاص كده؟ طيب، يهمني تعرف حاجه، الار ايكوال رو اي ال اوفر الاي، صح كده؟ طيب انا عندي اللينس وعندي الاريا اللي هي ايكوال لينس تايمز لينس اللي هي ال سكوير، وعندي الفوليوم ايكوال لينس تايمز لينس تايمز لينس اللي هو ال باور 3، لان انا بعتبر ان الماتيريال عندي اليونت بتاعتها او الوحده بتاعتها على شكل كيوب، تمام كده؟ فيبقى اللينس بتاعه ال والاريا ال باور 2 والفوليوم ال باور 3. طيب، هو انا مش من هنا اقدر اقول ان الاريا دي عباره عن فوليوم اللي هو ال باور 3 اوفر اريا او اوفر لينس، صح؟ لان ال باور 3 اوفر ال باور 1 يطلع لنا ب ال باور 2، ال باور 2 دي اللي هي الاريا، صح؟ يبقى الاريا ناتجه عن فوليوم اوفر لينس. يعني انا ممكن اشيل الاريا دي واحط فوليوم
over lens صح وتحت اللي تحت يطلع فوق يبقى رو اي ال تطلع مع ال ال دي تبقى ال باور 2 اوفر الفوليوم صح كده طيب يبقى عندي هنا ال r equal رو اي ال اوفر اي وفي نفس الوقت equal رو اي اللي هي resistivity ال باور 2 اوفر الفوليوم طب انا عندي حاجه بتقول لي ان الدنسيتي اللي هي رو ايكوال ماس اوفر فوليوم تمام كده يبقى انا عندي رو اللي هي الدنسيتي ايكوال ماس اوفر الفوليوم ينفع اطلع الفوليوم فوق وانزل الرو تحت ينفع يبقى ممكن اقول ان الفوليوم ايكوال ماس اوفر دنسيتي رو خلي بالك الرو دي غير الرو اي الرو اي دي ريزيستيفيتي بينما الرو دي دنسيتي اللي هي الكثافه تمام فانا ممكن اشيل الفوليوم من هنا واحط مين ماس اوفر رو فتبقى رو اي ال باور 2 اوفر ماس اوفر دنسيتي اللي هي رو الرو تبقى تحت تحت لتحت يطلع فوق فتطلع فوق بدنسيتي رو يعني الرو دي اساسها كانت تحت الام بس هي تحت لتحت يطلع فوق فتبقى عندنا الشكل ده للار تمام يبقى برضو ايه موجود في الماك طب ده انت استخدمه استخدمه لو هو جاب لي عايز اقارن ار مثلا يعني ار 1 اوفر ار 2 مثلا ولقيت عندي ماس ودنسيتي ولينس يبقى استخدم مين استخدم ده طب لقيت اعطيني لينس وفوليوم استخدم ده اعطيني لينس واريا استخدم ده فهمنا طيب دخلنا بعد كده على السيريس والبارلل كونكشن نبدا الاول بالسيريس كونكشن لو انا عندي كذا ريزيستور كده R1 و R2 و R3 متوصلين ايه سيريس خلاص كده وعندي كارنت I داخل له هل في السيريس الكارنت بيتجزأ لا يعني الكارنت ماله الاي هقول له كده ان الكارنت اللي مشيت هنا هي اللي هتطلع هنا هي اللي هتمشي ده هي اللي هتطلع من الار 3 يبقى الاي مالها كونستنت خلاص كده الاي كونستنت طب انا عايز اجيب الار داش او الار توتال طب ما هما سيريس يبقى ايكوال ار 1 بلس ار 2 بلس الار 3 صح كده طيب لو انا عايز اجيب الفي توتال او الفي داش الفي توتال اللي هو الفولت من اول هنا لغايه هنا كل ده كده اسمه في توتال قالك الفي توتال في حاله السيريس بيتجزا فبيساوي الفي 1 بلس الفي 2 بلس الفي 3 يعني الفولت التوتال ده كله بيساوي مجموع البوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين دول وما بين النقطتين دول وما بين النقطتين دول يعني من الاخر بيساوي البوتنشال ديفرنس بتاع كل الريزيستورز اللي تحتي طيب لو انا عندي in case of equal resistors in case of equal resistor يعني كل الريزيستورز دول قد بعض قالك ساعتها ال r dash equal n times ال r مين ال n دي؟ the number of resistors وال r دي قيمة الريزيستور الواحدة يعني من الاخر قيمة واحدة منهم times عددهم ده في حالة ايه؟ ان هم كلهم قد بعض يعني كلهم كده بار خلاص كده كلهم بار وكلهم قد بعض وكلهم سيريس فبالتالي الار داش بتاعتهم ايكوال عددهم اللي هو ان تايمز واحدة منهم بس اللي هي ار طيب في حالة البارل في حالة البارل الكونكشن عندي اهو ريزيستور انا خلي بالك الكرنت وهو داخل هنا هيبدا يتجزا ل اي 1 واي 2 واي 3 وخلي بالك ان الاي انفرس مع الار فلما تكون ريزيستور قيمتها كبيره او كبيره يبقى الاي بتاعتها قليله تمام كده طيب
احنا عارفين دي ار 1 ودي ار 2 ودي ار 3. طب انا عايز الار داش. قال لك الار داش ايكوال افتح براكت 1 اوفر ار 1 بلس 1 اوفر ار 2 بلس 1 اوفر ار 3. بس كده لا كل ده كده ايكوال 1 اوفر ار داش. بس انا عايز الار داش نفسها يبقى all to the power negative 1. خلي بالك من الباور ده ان انتوا بتنسوه في الامتحان. يبقى تاني الار داش لما احب اجيب الار بتاعتهم كلهم او الايكويفالنت ليهم كلهم ايكوال 1 اوفر ار 1 بلس 1 اوفر ار 2 بلس 1 اوفر ار 3 all to the power negative 1. طيب في حاله البارلل خلي بالك احنا فين؟ احنا في بارلل كونكشن صح؟ في حاله البارلل كونكشن الفولت كونستنت. يعني الفولت هنا هو هو بتاع دي وبتاع دي وبتاع دي. طيب بس خلي بالك مين اللي بيتجزأ هنا بقى؟ الاي الاي داش ايكوال اي 1 بلس الاي 2 بلس الاي 3. خلاص كده؟ في اي مشكله؟ اكتب معايا بعد اذنك الرول ده لان هو مهم جدا. قانون اسمه كارنت ديفايدر. قانون اسمه ايه؟ الكارنت ديفايدر او مجزئ التيار. يعني التيار او الكارنت عندي بيجزئ ازاي؟ تعال نشوف مع بعض كده. لو انا عندي ريزيستور كده وليكن ار 1 وريزيستور هنا تاني اسمه ار 2 مخليهم كارنت اسمه اي. طيب الاي دي هتتجزأ بس انا ما اعرفش الكرنت اللي هيمشي هنا وليكن اي 1 قد ايه والكرنت اللي هيمشي هنا وليكن اي 2 قد ايه. انا ما اعرفش كل واحد منهم قد ايه بس اعرف ان الار 1 دي بكذا يعني هيبقى معايا القيمه بتاعتها والفاليو بتاعتها والار 2 معايا الفاليو بتاعتها. خلاص القانون ده خليه هنا لان هو مش عندك في ورقه المفاهيم ومش عندك في اي مكان. افهم الرول. انا عايز الاي 1 اللي هو الكرنت بتاع برانش 1 ايكوال اي توتال الكرنت التوتال اللي هو قبل ما يتجزأ اللي هو ده تايمز الار داش. بس خلي بالك ممكن يبقى هنا مثلا في ار مش عارف ايه. لا الار داش بتاعت مين؟ بتاعت البارلل اللي هم دول دي كلها مع دي كلها. خلي بالك ان هنا ممكن يكون في ار ثانيه معانا تبقى بلس دي والاثنين اعملهم بارل مع مين؟ مع دي. يبقى الار داش بتاعت البارل اللي هو التوتال بتاع دول اوفر الار برانش. مين الار برانش ده؟ الار بتاعت الكرنت اللي هتمشي فيها. يعني الاي 1 هتمشي في الار 1 صح؟ يبقى انا اقصد الار برانش هي الار 1. طب لو انا بتكلم على الاي 2 يبقى ايكوال اي توتال. قول ورايا يلا. ار داش بتاعت البارلل اللي هما الاثنين بارلل مع بعض او الثلاثه ايا كان ممكن يبقى اكتر من اثنين اوفر الار برانش اللي هي بالنسبه لنا هنا هتبقى ار 2 وهكذا. خلاص الرول ده مهم وبيحل لي مسائل كتير. طيب الجزء اللي بعده حاجه يهمني تعرفها حاجه اسمها بوينتنج ميثود. البوينتنج ميثود حاجه استخدمها لحاجه من اتنين استخدمها لحاجه من اتنين. اول حاجه ان انا افهم سؤال بس ما احلش بيها. يعني مش هعرف احل بيها السؤال بس افهم من خلالها السؤال. طيب تاني حاجه قال لك لا تقدر بيها اصلا تحل السؤال. طب تعالى ناخد اكزامبل على ده مثلا. لو جاب لي الشكل ده كده خلاص وعاي دي ار 1 مثلا ودي ار 2 ودي ار 3 ودي ار 4 خلاص كده. وقال لي اكلي الار ايكويفالنت يعني المطلوب مني هنا اجيب له الار ايكويفالنت. خلاص تعال نشوف. انا هنا مش هعرف احل السؤال ده من غير بوينتنج ميثود. فتعالى نبدا وليكن هنبدا من هنا. هنسمي النقطه دي A. خلاص؟ مشيت مش ده سلك فاضي؟ يبقى احنا لسه A.
وهنا مشيت لقيت برضو سلك فاضي، فطالما مشيت سلك فاضي يبقى البوينت ما اتغيرتش، يبقى برضو A. بعدين مشيت عديت على ريزيستور، يبقى سمي اي حاجة تانية وليكن B، ونفس الكلام طالما عديت على ريزيستور يبقى B. خلي بالك طالما لقيت ريزيستور، طالما لقيت ريزيستور ما بين نفس البوينت يبقى الريزيستور ده ديد. يعني ايه ديد؟ يعني مش موجود. ما هو ما بين نفس البوينت يعني البوتنشال ديفرنس بزيرو، وطالما بوتنشال ديفرنس بزيرو يعني مفيش نقطه اعلى من الثانيه، يبقى مفيش كرنت هيمر لا من هنا لهنا ولا من تحت لفوق، فبالتالي مفيش كرنت هيمر، يبقى ده ديد ريزيستور. يبقى اقدر ببساطه اقول له والله ده هنا الار 1 مع ار 2 مع ار 3 خلاص كلهم ايه بارلل مع بعض، يبقى الار 1 ار 2 ار 3 كلهم بارلل مع بعض. خلاص كده. يبقى هنا في سؤال زي ده انا حليت السؤال واستفدت بيه ان دي هتبقى ديد، فمش معانا اصلا في الحسابات. بس ممكن استفاد بالبوينتنج ميثود في اسئله من غير ما احل بالبوينتنج ميثود، بس افهم السؤال شكله عامل ازاي. ازاي طيب؟ ادي ار 1 ادي ار 2 ادي ار 3. الشكل ده كنا خدناه قبل كده واتفقنا ان اول ما يجي لنا عارفين ان الار 1 مع الار 2 مع الار 3 الثلاثه بارلل مع بعض. خلاص طالما ثلاثه سيريس كده جنب بعض، وخدت هنا سلك فاضي قمت موصله هنا، وهنا سلك فاضي قمت موصله كده كجنكشن قبل الار 1، يبقى على طول الثلاثه بارلل مع بعض. طب انا في الامتحان ومش متاكد وعايز اتاكد، او جالي شكل مختلف عن ده حتى، وعايز اعرف شكل التوصيل فعلا بارلل ولا يمكن غير كده، ابدا من هنا سمي وليكن ايه. مشيت سلك فاضي يبقى دي ايه برضو، عديت الاي دي عدت على الريزستور يبقى لازم تغيرها تسميها بي، البي مشيت سلك فاضي يبقى بي. هاجي هنا اكتب التو بوينتس اللي عندي، ولو اكتر اكتب اي بي، لو في سي اكتب برضو سي، واشوف انا عندي ما بين الاي والبي ار 1 اهي، وعندي ما بين الاي برضو والبي، ماليش دعوه بالعكس ولا لا، المهم ان هما ما بين ايه الاي والبي ار 2، وعندي ما بين الاي برضو والبي ار 3. يبقى انا استفدت من الشكل ده ان الثلاثه بارلل مع بعض. خلاص يبقى ده باختصار البوينتنج ميثود. طيب ايه تاني لازم نكون عارفينه كويس؟ الباور. الباور احنا متفقين ان ليها ثلاثة رولز. اول رول هو v تايمز الاي، خلاص كده. تاني رول هو i باور 2 r، خلاص. ثالث رول v باور 2 اوفر الار. طيب استخدم كل رول امتى؟ تعالوا نشوف مع بعض. لو انا عندي سورس كده بيمر فيه كارنت اي، وقال لي عايز الباور كونسيومد ان ذا باتري او ان ذا سورس، هقول له والله الباور ايكوال، انا عندي هنا ايه؟ عندي في بي يعني فولت، وعندي اي. طب ايه الرول بتاع الباور اللي فيه في واي؟ هو ده. يبقى هستخدم مين؟ الباور ايكوال في تايمز الاي. يعني اقدر اقول ان الرول ده بستخدمه اساسا لما بجيب الباور كونسيومد في ايه؟ في سورس او في سيل. الكتروموتيف ايه؟ سيل. تمام كده؟ طيب لو انا عندي ريزيستور كده ار بيمر فيه كارنت اي، وهو موصله بفولتميتر فمعايا الفولت، قال لك هنا عادي ممكن تشتغل بان الباور ايكوال اي باور 2 ار، او تقول ان الباور ايكوال في باور 2 اوفر الار. خلاص كده؟ يبقى في الحاله دي اقدر اقول ان الباور ايكوال اي سكوير ار، والباور ايكوال في سكوير اوفر ار. غالبا طالما انا لقيت اكتر من ريزيستور ابدا اركز بقى. لو لقيتهم سيريس مع بعض اشتغل بالرول ده. والاهم من كده لو عايز يقارن ما بين الار 1 والار 2 يقول لك مين لو مثلا دول 2 لامبس مثلا،
وعايز مين البرايتنس بتاعتهم هتبقى اعلى. تعالى مثلا ناخد اكزامبل. وقال لك ان ال R1 greater than ال R2. عايز اشوف انا هنا سيريس ولا بارل متوصلين ايه؟ سيريس صح؟ قال لك في السيريس اشتغل بحاجتين. ايه هما الحاجتين اللي هشتغل بيهم؟ قال لك لازم تكون حاجه كونستنت. عايز اشوف ده سيريس. ايه الكونستنت في السيريس؟ الاي. فلازم اشتغل برول في حاجه كونستنت اللي هي الاي. ومين اللي بيتغير؟ الار. طب مين الرول بتاع الباور اللي فيه الاثنين دول؟ اي سكوير ار. يبقى هشتغل بده. طب الاي احنا لسه قايلين ان هي كونستنت، فلما اجي اقارن ما بين الباور 1 والباور 2 ايكوال، هنقول اي سكوير ار 1 اوفر اي سكوير ار 2. طب ليه ما قلتش اي 1 واي 2؟ لا ده الاي واحده لان هم سيريس مع بعض، فالاي اللي ماشيه هنا هي الاي اللي ماشيه هنا. فالاي هتروح مع الاي. يبقى باور 1 اوفر باور 2 ايكوال ار 1 اوفر الار 2. خلاص كده؟ ومن هنا اقدر اقول لك ان الباور دايركت مع الار، اهي باور 1 قصادها ار 1. يبقى لما تكون الار 1 اكبر يبقى الباور بتاعها اكتر، يبقى اللي عندها باور اكتر هتبقى مور اليومينيتد او الاضاءه بتاعتها ايه؟ اكتر. مور اليومينيتد او البرايتنس بتاعتها هيبقى اعلى. اللي عندها ار اكتر عندها باور اكتر عندها برايتنس اكتر، بس ده في حاله ايه؟ السيريس. طيب في حاله البارلل تعال نحط اهو تو لامبس مثلا بارلل مع بعض، ودي ار 1 ودي ار 2، وقلت لك ان الار 1 جريتر ذان الار 2. خلاص كده؟ الار 1 انا قايل لك ان هي جريتر ذان الار 2. فاجي هنا دول بارلل، قلت لك احنا متفقين على حاجه، قلنا لازم نشتغل بحاجه ثابته وحاجه تتغير. مين الثابت ومين الكونستنت هنا في حاله البارلل؟ اتفقنا ان هو الفولت، يبقى لازم استخدم الفولت. ومين بيتغير؟ الار. مين الرول اللي فيه في وار؟ ان الباور ايكوال في سكوير اوفر ار. فهمتوا؟ طب احنا بنقول ان الفي كونستنت فهي مش مؤثره اصلا. اذا الباور دايركت ولا انفرس مع الار؟ انفرس، الباور فوق والار تحت اهي. يبقى اقول ان الباور 1 اوفر الباور 2 ايكوال ار 2 اوفر ار 1. خلاص كده؟ يبقى الباور 1 اوفر باور 2 ايكوال ار 2 اوفر ار 1. يعني اقول ان الباور انفرس مع الار، يبقى اللي عندها ار اكتر او عندها ريزيستنس اكتر عندها باور اقل. فاذا ار 1 اكبر يبقى عندها باور 1 اقل، يبقى البرايتنس بتاعتها اقل. يبقى اللي عندها برايتنس اكتر اللي عندها ريزيستنس اقل اللي هي باور 2 او ار 2. خلاص كده؟ الجزء ده مهم جدا. طيب جزء تاني من اللي علينا هو اومز لو. طبعا ال V ايكوال اي ار، صح كده؟ طيب امتى بستخدم الرول ده؟ قال لك لما يبقى عندك ريزيستنس ار بيمر فيها كارنت اي متوصل بفولتميتر. الفولتميتر ده يقرا ايه في الحاله دي؟ اي تايمز الار، الكارنت اللي هيمشي في الايه؟ في الريزيستور ده. خلاص كده؟ يبقى الرول اللي هو في ايكوال اي ار، اول ما اشوف الشكل ده كده قدامي عينيا تروح لمين؟ لاومز لو. ومن هنا اقدر اقول ان الفي دايركت مع الاي، والفي دايركت طبعا مع مين؟ مع الار. فلو جاب لي جراف كده في واي، طبعا ده كلام بسيط جدا، هنا ار 1 وهنا ار 2. خلي بالك ممكن يجيبها لك كده، او ممكن يجيبها لك في مع الاي كده ماشي. هي مش تفرق معاك سواء دي ار كابيتال او ار سمول، مش هتفرق معاك. خلاص؟ دي هنا عامله انجل مثلا وليكن ثيتا 2 عشان هي بتاعت الار 2، ودي عامله ثيتا 1. خلينا نقولها ارقام احسن. يعني خلينا نقولها ارقام احسن تبقى ايه؟ اوضح. يعني هنا مثلا جاب لي الفي والاي،
احنا قلنا ال V اللي هي ال Y over ال R يبقى السلوب بتاعي هو مين؟ هو ال R. ده كده هو السلوب. والسلوب هو تان ثيتا. دي R1 ودي R2. زي مثلا دي عامله انجل 30 ودي عامله انجل 15 وجا قال لك انا عايز R2 over R1. هتروح تعمل ايه؟ R2 فين؟ اهي. R2 اهي يبقى تروح تشوف الثيتا بتاعتها بكام؟ ب 30 والR احنا لسه بنقول اللي هي السلوب اللي هي بتساوي تان ثيتا. يبقى الR2 هي تان الثيتا بتاعت ال2 اللي هي كام؟ 30 اوفر ار 1 اللي هي السلوب اللي هي تان ثيتا 1. بس خلي بالك ثيتا 1 دي مش هي 15. تان ثيتا 1 دي الانجل من اول اللاين او الكيرف لحد الاكس اكسس. تمام؟ من اول الجريدينت لاين لحد مين؟ الاكس اكسس. الانجل دي كلها اللي هي 15 بلس 30 يبقى تان 45. خلاص كده؟ طيب عندي ايه كمان؟ لو انا عندي سورس في بي وفي انترنال ريزيستنس ار خلاص؟ وجيت هنا قمت موصل بي فولتميتر. الفي في الحاله دي هتساوي ايه الفولتميتر ده؟ هيقرا ايه؟ هيقرا الفي بي اللي هي البطاريه ماينس الكرنت اللي بيطلعه في الانترنال ريزيستنس يبقى ماينس الاي ار. خلاص؟ يبقى اول ما يجي لي الشكل ده كجزء من سيركت في الامتحان على طول اروح افكر بقى نرول ان الفي دي بتساوي في بي ماينس الاي ار سمول. خلاص؟ طيب لو جالي الشكل ده هنا في اختلاف بقى. ايه الاختلاف؟ ان الفولتميتر ده هيقرا لي مش بس الفي بي مش بس البطاريه، لا ده هيقرا لي في بي وكمان مين؟ وكمان الار. تمام كده؟ فهقول والله ان الفي دي ايكوال في بي لان هي بتقرا البطاريه ماينس اي الكرنت اللي طالع منها، ولكن مش بس الاي مش بس الار سمول ده في كمان ايه؟ ار كابيتال. يبقى هقول له ار كابيتال بلس ار سمول. يعني من الاخر بقول ان الفي بتساوي الفي بي لو في بطاريه ماينس لان هي بتعمل دي سي تشارج ار الموجوده كلها سواء في ار كابيتال يبقى هتعمل لها بلس مع مين؟ مع الار سمول او الانترنال ريزيستنس بتاعت مين؟ بتاعت البطاريه. في اي مشكله كده؟ طيب نصعب الدنيا شويه نشوف. لو عندي تو باتريز كده لقيت ان البوزيتيف في وش البوزيتيف يعني الكرنت لو طالع من هنا على ان الكرنت الثاني عكسه يبقى هنا بقول ان الفي بي توتال ايكوال في بي 1 على اساس ان هي كبيره ماينس في بي 2. طب لو لقيت ان التو باتريز عاملين كده يعني النيجاتيف ناحيه النيجاتيف برضه نفس الكلام. خلاص؟ بس خلي بالك انا قلت لك ان في بي 1 هي الكبيره يبقى اكتب لي كده تحتيها ان دي هي اللي هتعمل دي سي تشارج. دي تشارج ده يعني تفريغ كهرباء يعني هي اللي هتطلع كهرباء. طب في بي 2 هي اللي هيحصل لها تشارج. هيحصل لها تشارج دي يعني هتتشحن. يعني انا لو جيت هنا وركبت فولتميتر سميته مثلا في 1 وجيت هنا ركبت فولتميتر وليكن في 2 ايا كان مين في 1 وفي 2 المهم ان الار 1 greater than الار 2. خلاص؟ قلت لك طالما الار 1 هي الاكبر لو اعتبرت ان دي ال 1 ودي ال 2 يبقى في بي 1 هيحصل لها طالما هي الاكبر هيحصل لها ايه؟ دي سي تشارج تفريغ كهرباء هتطلع كهرباء. في بي 2 طالما هي الاقل يبقى هي اللي هتتشحن زي الموبايل والباور بانك كده. تمام؟ لو انت بتحط الموبايل او شحن قليل او بطاريته فاضيه مع باور بانك بطاريته مشحونه عشان الاعلى هو اللي يشحن الاقل. فعايز هنا اقول ايه؟ طيب ال V1 اللي هي دي مش بتقيس VB1 ماينس IR؟ صح.
طب ال V2 مش هتقول لي VB2 اللي هي البطارية التانية ماينس ولا بلس؟ خلي بالك دي بيحصل لها تشارج، يعني في كارنت بيدخل لها، يبقى مش ماينس بقى تبقى بلس اي ار 2. خلاص كده؟ طيب عشان ما اطولش عليك في المراجعه في الشرح، لان كل ده ان شاء الله هتلاقيه في الحل بيتعاد تاني. عندنا كرشوف، كرشوف شرحه في الحل هيكون افضل كتير جدا من شرحه في المطلق كده من غير اسئله، فاحنا ان شاء الله هنشرحه واحنا بنحل الاسئله. انا عندي كرشوف تو رولز، سيجما في بي اللي هو سكند رول، سيجما في بي ايكوال سيجما اي ار، وده ممكن اقول على طول ان سيجما في توتال اللي هي لما دخل ده جوه بالماينس ايكوال زيرو. طيب كرشوف ده كده السكند رول، الفيرست رول سيجما اي ان لاي نقطه لما يكون عندي جانكشن كده مثلا، فبقول كل الكرنت اللي داخل لها بيساوي كل الكرنت اللي طالع منها، يبقى سيجما اي ان ايكوال سيجما اي اوت. خلاص كده؟ طيب ممكن برضه اختصرها، بس دي مش هتبقى مفيده قوي بالنسبه لي، ان سيجما اي كلها لما دخل دي جوه تبقى بالماينس، يبقى بلس ماينس ده وهم قد بعض يبقى ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. بس الاساس اللي تهمني هي دي. طب ده نفهمه اكتر فين؟ حل الاسئله ان شاء الله. يلا نبدا نحل الاسئله بتاعتنا، يلا نبدا نحل اسئله شابتر 1 زي ما احنا اتفقنا. هنشرح مراجعه سريعه جدا على اهم الاجزاء اللي في الشابتر، ثم نبدا نحل اهم الاسئله اللي موجوده فيه. اول سؤال عندنا في شابتر 1، سؤال جه في السكند سيشن الدور الثاني 2021. سؤال بسيط ما فيهوش اي حاجه، بيقول لك arrange the figure according to their equivalent resistance ascending. تمام؟ وكلهم ايه؟ قال لك ان الريزستورز كلهم ايدنتيكال، الريزستورز كلهم ايدنتيكال. فتعالى نشوف دي كده الاثنين دول مع بعض بارلل، فهتبقى واحده منهم على عددهم، يعني دي هتبقى ايه؟ ار اوفر 2. سيريس يعني بلس كام؟ ار، تبقى دي نص، واحد تبقى 3 اوفر 2 ار. خلاص كده؟ يبقى دي اول واحده بكام؟ 3 اوفر 2 ار. طيب ثاني واحده طبعا باين كلهم قد بعض، وسيريس يبقى 3 ار، ده بلس ده بلس ده. هنا كلهم بارلل صح؟ وقد بعض، يبقى واحدة منهم اوفر عددهم، يعني تبقى ار اوفر 3. طب هنا ار وار سيريس مع بعض يعني 2 ار، مع الار بارل، فهتعمل ايه؟ هتقول 2 تايمز 1 اوفر 2 بلس 1، تطلع كام؟ تطلع 2 اوفر 3 ار. خلاص كده؟ طيب هو عايزها ايه؟ ان اسندنج يعني ايه؟ من القليل للكتير. طب اقل واحدة اكيد هتبقى 3. خلاص انا في الامتحان محتاج يبقى عندي سرعه بديهه، يعني انا اشتغلت وحسبت كل واحده لقيت ان 3 دي اقل واحده، طب وانا ما عنديش اصلا ولا واحده تبدا ب 3 الا دي، يبقى خلاص هي دي. ممكن اتاكد من ايه؟ اخر واحده، هل فعلا اعلى واحده هي ال 2؟ تعال نتاكد. اه هي فعلا، يبقى فعلا الاجابه بتاعتي هتبقى ايه؟ ايه. خلاص كده؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ عندي هنا سيركت فيها 2 فولت ميترز، وين ذا فاليو اوف ذا ريزيستنس اس انكريز، يعني لما يزود الاس او الريزيستنس دي. طب تعالى نشوف دي ريزيستنس صح؟ لما تزيد ال V دي ايكوال ايه؟ او ال V1 ايكوال ايه؟ ايكوال اي ار اس او ال R1 دي صح؟ هو هيزود ال R اس، وال R دايركت مع ال V يبقى ال V1 انكريز، يبقى اكتب كده على جنب ان ال V1 انكريز. طيب ال V2 ايه الرول بتاعها؟ قلت لك V بتقيس باتري، يبقى ال V2 equal VB
ماينس الاي ار. حد هيقول لي يا مستر اجيبها ازاي طيب دلوقتي؟ هل انا معايا الفي بي؟ انت مش مطلوب منك تحسب فاليو او قيمه للفي، انت مطلوب منك تعرف هي بتزيد ولا بتقل. ركز بقى، هل الفي بي بتتغير؟ لا، اذا ماليش دعوه بيها. هل الار بتتغير؟ لا. مين اللي بيتغير؟ الاي. والله انا لما زودت الار اس الار توتال بتاعت السيركت كلها اكيد زادت، لان اي ار تزيد في السيركت تزود لي الار توتال. طب الار توتال زادت يبقى الاي قلت، وطالما الاي قلت خلي بالك ان الاي هنا في قبلها ماينس، يعني انفرس مع الفي. الاي قلت يبقى الفي زادت، يبقى الفي 1 والفي 2 الاثنين انكريز. خلاص كده يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى ريدنج اوف بوث في 1 اند في 2 انكريز. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك ان ذا شوين سيركت اف اي 3 ايكوال 2 امبير. هو اعطاني الاي 3 بكام؟ اللي هي دي ب 2 امبير. then the value of الاي 2 ايكوال كام؟ عايز ايه؟ عايز الاي 2. طيب ادي الاي 3 اهو، وده الاي 2 وده الاي 1 ماشي كده. طيب اجي اعمل ايه؟ اهو ده سؤال كرشوف، فمش محتاج بقى اشتغل بالرولز الثري رولز واقعد اعوض في ثلاثه ايكويشنز واقعد استخدم الكالكوليتر والكلام ده، لا. اعمل ايه على طول؟ اختار لوب. انا عندي هنا البي 1 الاي 1 مش عارفها، صح كده؟ طيب قدامك حل من اثنين والاثنين صح، يا اما تختار اللوب دي وتشتغل تقول لي سيجما في بي ايكوال سيجما اي تايمز الار. سيجما في بي انت في اللوب اللي عندي هنا دي اللي هي دي ما عندكش غير في بي واحده اللي هي مين؟ 18. ولازم تاخد الدايركشن في اتجاه الباتري من البوزيتيف رايح للنيجاتيف، يبقى 18 ايكوال كل اي تايمز الار 2 تايمز 12، وفي الاتجاه معانا يبقى بلس، يبقى 2 تايمز 12 بكام؟ ب 24. ودي وانا ماشي كده هلاقي ان انا عكس الكرنت اي 1 يبقى ماينس. تمام. ليه؟ لان الاي 1 طالعه وانا ايه؟ نازل. يبقى ماينس كام اي 1؟ الاي 1 عدت في 6 يبقى 6 اي 1. خلاص كده حسبت الاي 1، فالاي 1 تطلع لي هنا بكام؟ ب 1 امبير. اخد ال1 امبير ده واشتغل على اللوب الثانيه اللي هناك، واخد برضو الدايركشن مع الدايركشن البوزيتيف ايه بتاع الباتري اللي عندي. انا عندي باتري واحده هناك 21 فولت ايكوال سيجما اي ار. انا ماشي هنا معايا اي 2 وهو معايا في الاتجاه صح، يبقى 2 اي 2. بس خلي بالك ده هنا في 2 وهنا في سيريس معايا كام؟ 3 صح، يبقى ممكن اقول 5 اي 2. وكام اي 1؟ 6 اي 1. اي 1 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 1 اصلا. ومعايا ولا عكسي؟ معايا، يبقى بلس 6 طبعا ايكوال. اطلع ال 6 بره الناحيه الثانيه هنا، تبقى هنا بالبلس تروح هناك بالماينس، يبقى 21 ماينس 6 ايكوال كام؟ 15 ايكوال 5 اي 2. يبقى اي 2 طبعا تبقى بايكوال كام؟ 3 امبير. طيب هو عايز ايه؟ عايز الاي 2 يبقى ايه؟ ب 3 امبير. خلاص كده. طيب ممكن حد يجي يقول لي لا انا مش محتاج اعمل الخطوه الثانيه، هو مش انا عندي الاي 3 ب 2 امبير؟ اه ماشي في الاتجاه ده، وعندي الاي 1 طلعتها بكام؟ ب 1 امبير وماشي في الاتجاه ده، هيجوا الاثنين يتجمعوا هنا يمشي، يبقى هم الاي 2 اللي هي بتساوي اي 3 بلس الاي 1. الاي 3 بكام؟ ب 2 بلس ال 1 تطلع على طول ب 3 امبير. خلاص كده يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى سي. السؤال اللي بعده بيقول لك ان ذا شون الكتريك سيركت 1 و 2 و 3 which from the following relation is correct. انت عندك هنا في 1 باتري في بي طالع منها كرنت اي 1، هيجي هنا يلاقي سلك فاضي فهيمشي الكرنت كله في سلك الفاضي ويبقى الار دي ديد. يبقى انت عندك هنا ار بس، خلاص الار او الريزيستنس الموجوده في السيركت كلها هي ار بس. طب هنا
الباتري برضو في بي الكرنت الاي 2 طالع هيلاقي هنا ار وار ثانيه سيريس مع بعض يعني هنا 2 ار خلاص كده يبقى اكيد الاي 2 دي عندها ريزيستنس 2 ار يعني ريزيستنس اكتر يعني اي اقل طب هنا هلاقي ان برضو عندي نفس الفي بي طالع الكرنت هنا عدى على ار الاول بعد كده هيجي هنا عندنا 2 ار بارل مع بعض يعني الاثنين قد بعض واحده منهم على عددهم يبقى ار اوفر 2 او هاف ار بلس ال1 يعني دي 1 ودي هاف يبقى كلهم كام 3 اوفر 2 ار خلاص كده 3 اوفر 2 ار طيب هل الاي 1 ايكوال اي 2 مستحيل ليه لان الار 1 مش ايكوال ار 2 او الار في السيركت الاولى مش ايكوال ار في السيركت الثانيه اي 1 جريتر ذان الاي 3 تعال نشوف اي 1 اللي هي هنا اللي هي عندها ريزيستنس بار هو خلي بالك ان الاي انفرس مع الار يعني المفروض الار لما تبقى كبيره يبقى عندها كارنت قليل صح كده طيب انا هنا عندي ريزيستنس اعلى يبقى الكارنت الاي 2 اكيد هتبقى اقل من الاي 1 يعني لو اي 1 اكبر من الاي 2 ابص كده مش هلاقيها طيب الار ودي 3 اوفر 2 3 اوفر 2 اللي هي 1.5 يعني دي ار اكبر يبقى الاي 3 اقل برضو من مين؟ من الاي 1 يبقى الاي 1 اكبر من الاي 3 يبقى دي صح ليه؟ لان 3 دي او سيركت 3 عندها ار اكبر فعندها اي اقل ان الاثنين انفرس مع بعض اجي هنا على ان الاي 2 اكبر من الاي 3 مستحيل طبعا لان دي عندها ار اكبر فعندها اي اقل وهنا اي 3 اكبر من الاي 1 طبعا ايه؟ غلط يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى بي السؤال اللي بعده بيقول لك اكرنت اوف اي انتنسيتي pass through a conductor of length L and the cross sectional area A when the battery is changed with different one وانت بتقرا سؤال ناس كتير بتشتكي ان هي ما بتفهمش السؤال طيب دايما اقول لك اتخيل السؤال او ارسم السؤال قدامك تلاقي الدنيا بسيطه تعالى واحده واحده كده بيقول لك current of intensity I pass through a conductor of length L كل ده او كل الداتا اللي اعطاها لك دي معلومات مش مفيده كل الداتا اللي اعطاها لك دي معلومات مش مفيده يعني الكرنت اي اهلا وسهلا ما انت عارف ان الكرنت اي اللينس بتاعه ال مفيش مشكله حاجه مش مفيده كروس سكشنال اريا ايه كل دي معلومات مش مفيده فاذا وانا بقرا السؤال كل ده بالنسبه لي مش مهم كل ده ما ركزش فيه اركز في ايه في اللي جاي when the battery is changed with a different one اه يبقى دي اركز معاها ده غير مين غير الباتري The current pass through the same conductor becomes 3i. يعني ال current كانت i بقت 3i. دي كده i1 دي كده i2. So the cross sectional area of the conductor becomes A. A cross sectional area of the conductor أنا عندي conductor كده موصله ببتري. جيت غيرت الباتري دي وقمت مركب باتري ثانيه، هل الكروس سكشنال اريا دي بتتغير؟ هل هتتاثر بحاجه؟ سؤال زي ده سؤال تافه وبسيط جدا بس للاسف لما بيجي في ناس كتير قوي بتغلط فيه. لان الناس ما بتبقاش متوقعه من السؤال بالسهوله دي، فيقعد يدخل ايكويشن ما بين الاي والاريا وبتاع، هو ما غيرش الكوندكتور، هو غير الباتري. مال الباتري ومال الكروس سكشنال اريا بتاعت الكوندكتور؟ يبقى طبعا الكوندكتور هتفضل الاريا بتاعته ايه؟ زي ما هي. خلاص كده؟ السؤال اللي بعده تو ستريت وايرز 1 و 2 طيب باين من شكلهم ان التو وايرز دول هما بيربنديكولار على البيج يعني كده خلاص اكمل السؤال ار ان ذا سيم بلين يعني هما الاثنين بره لبعض ان ذا سيم بلين مش واحد عامل كده مثلا واحد عامل كده وقال لك ان الاثنين بيربنديكولار تو ذا بلين اوف ذا بيج اهو عاملين كده. محدش يجي يقول لي ده هنا ان يا مستر، لا. ليه؟ ان دي هيعملها لك كده.
دي كده معناها in، دي كده معناها out. لو عايز يقول لك in هيعملها لك cross. خلاص تاني، يبقى محدش جه يقول لي دي in ومحدش جه يقول لي دي out. اصل اعمل لي دوت يا مستر، لا دي مش دوت، ده هو رسم لك الواير بس رسمه لك كده. طب in ولا out في الحالة دي لازم يقول لك في السؤال. هو لو عايز يقول لك ان هو اوت يعني طالع من البيج كده، يبقى هتشوف ايه سن القلم، يبقى يعملها لك دوت، لان انت القلم وهو طالع اول حاجه بتشوفها دوت. طب والسهم وهو داخل اخر حاجه بتشوفها الريشه بتاعت السهم اللي هي ايه كروس. لو عايز يقول لك ان هي ايه، بس هنا لا قال لك دوت ولا كروس، يبقى انا ايه ماليش دعوه بالكلام ده. انا كل اللي اعرفه دلوقتي ان هما بيربنديكولار على بعض، او بيربنديكولار على البيج انا اسف، وبارلل لبعض. current of intensity I pass through each of them، يعني هنا الكرنت اللي بيمر بآي وهنا الكرنت اللي بيمر برضه بآي. So if the magnetic needle is placed in the midpoint، يعني حط نيدل في النص، مفروض ان هي بتتوجه لايه؟ للنورث، او الماجنتيك العالي الماجنتيك ايه؟ اقل. هو حطها في النص بس بالظبط، يعني هنا ديستانس دي وهنا برضو ديستانس دي. فبيقول لك النورث بول اوف ذا نيدل از اكسبكتد تو، يعني هيتحرك بقى يمين ولا شمال ولا يفضل زي ما هو. تعال نشوف. هو مش هنا تو وايرز بارلل لبعض. اه الكرنت قال لك ايه؟ الكرنت انتنسي باس ثرو ذيم ايتش اوف ذيم از اي، يعني هنا اي وهنا اي. وقال لي اتجاه الكرنت in the same direction. خلي بالك دي اهم معلومه في السؤال، ان الكرنت فيهم in the same direction اهو. خلاص طالما الكرنت in the same direction اتفقنا على طول، يبقى هنا بلس ولا ماينس؟ ماينس، وبره بلس. ليه ماينس؟ لان هنا كان نورث وساوث، in معاها in، دي الان ودي الاوت، ان معاها اوت، فاتنين عكس بعض نورث وساوث، يحصل بينهم اتراكشن. اتراكشن واحده ان وواحده اوت، يعني بلس وماينس، يبقى الاثنين ايه؟ ماينس بعض. خلاص؟ طب اذا كان دي اي ودي اي، صح؟ ده جزء من شابتر 2 على فكره. البي اوف ستريت واير ايكوال ايه؟ ميو اي اوفر 2 باي دي، صح كده؟ طيب البي احنا عارفين ان هي دايركت مع الاي، طب والاي واحده صح؟ يبقى الاي مش مؤثره، والميو كونستنت، والتو باي كونستنت، والدي هو قالك في الميد بوينت، فدي قد الدي، فدي برضو ايه؟ مش مؤثره. اذا البي 1 ايكوال البي 2، طب واحنا بنقول ان هم بيبقى في نص ايه ماينس صح؟ يبقى بي 1 ماينس البي 2، بي 1 ماينس البي 2 وهم قد بعض، يبقى ايكوال كام؟ ايكوال زيرو، يعني مفيش ماجنتيك فيلد هيأثر على النيدل، اذا بالتالي هيفضل الاورينتيشن بتاعتها ويزاوت ايه؟ اني ديفليكشن، يعني هتفضل زي ما هي، تمام؟ طب يا مستر احنا بنحل على شابتر 1، ليه تجيب لنا اسئله في شابتر 2؟ ليه تجيب لنا اسئله في شابتر 3؟ لان ما بقاش في حاجه، خصوصا وانت بتتكلم على شابتر 1 مفيش سؤال منفصل اكتر يمكن من سؤالين ثلاثه هيجوا لك منفصلين كده على شابتر 1. اغلب اسئله شابتر 1 هتلاقيها جزء من سؤال على شابتر تاني، شابتر 2 او 3 او 4، تمام؟ فبالتالي اتعود دايما وانت بتحل هتلاقي سؤال من شابتر 2، سؤال من شابتر 3، سؤال من شابتر 4. خلاص كده؟ لو احنا بنحل على الالكتريستي واحنا برضو بنحل على المودرن، لازم تلاقي سؤال رابط ما بين حاجه في شابتر 5 مثلا لحاجه في شابتر 6. يعني مثلا يجي يقول لك في شابتر 5 البلاك بودي راديشن كونتينوس سبيكتروم، طب هو البلاك بودي راديشن عندك فين؟ شابتر 5. بس نوع السبيكتروم كونتينوس ولا لينير؟ فين؟ في شابتر 6. فلازم تبدا ايه؟ تربط كل حاجه. انا خلاص درست الاي ودرست النيو ودرست كل حاجه في شابتر 1، ايه المانع ان انا استخدمها في حاجه من شابتر 2 وهكذا. السؤال اللي بعده، السؤال ده يا ريت تكتب لي عليه، مهم جدا، تمام؟ فكرته مهمه جدا. طيب هنا
قال لي ان ال V3 او الفولتميتر 3 ده ارى كام 0.8 فولت. خلاص. وعندي ال R. طب اشوف الاول هو عايز ايه؟ هو عايز V1 و V2. بعد اذنك لما يجيب لك حاجة اكتب الرول بتاعها. بعد اذنك لما يجيب لك حاجة اكتب الرول بتاعتها. فعادي هنا فوق ال V1 واقول له ان ال V1 ايكوال، طالما هي بتقيس باتري يبقى ال VB بتاعتها اهي V1 ايكوال VB1. خلي بالك البطاريتين مع بعض ولا عكس بعض؟ البطاريتين عكس بعض لان نيجاتيف ناحيه نيجاتيف. طب مين الاعلى؟ ال VB2. اكتب كده عند الاعلى دي اللي هيحصل لها ديسي تشارج والاقل هيحصل لها تشارج. معنى ان دي هيحصل لها تشارج ان هي دي البلس ودي الماينس، تبقى في بي 1 وطالما هي اقل يعني هيحصل لها تشارج تبقى بلس اي ار 1. طب الفي 2 ايكوال في بي 2، خلي بالك ان دي الاكبر اللي هيحصل لها دي سي تشارج يعني تفرغ الشحنه اللي عندها، يبقى في بي 2 ماينس اي ار سمول 2. خلاص. طيب هاجي اقول ال V1 هو عايز ايكوال VB1 عطاها لي ب 8 بلس، عشان احنا هنا باتري اقل وعكس الكبيره فيحصل لها تشارج. ناقص لي مين؟ ناقص لي الاي، وهو عاطيني الار 1 ب 1. ناقص لي الاي، يعني انا لو جبت الاي مشكلتي اتحلت وحسبت له ال V1. طب اجيب الاي منين؟ قال لك من هنا بقى. مش عندك الفولت ده والريزيستنس بتاعته؟ اه. يبقى 0.8 اللي هو الفولت اوفر الار اللي هي 2. لما نيجي نحسبها 0.8 اوفر 2 تطلع 0.4 صح؟ اقوم جاي هنا معوض ب 0.4 يطلع لي 8.4. طبعا يبقى ال V1 بكام؟ 8.4. خلاص كده؟ طيب ال V2، ال V2 اهي صح؟ اقول له ال VB2 بكام؟ ب 10 ماينس ال I انا جبتها خلاص بكام؟ ب 0.4 تايمز ال R اللي هي بكام؟ او ال R سمول ب 2. فاقول له كده 10 ماينس 0.4 تايمز ال 2 تطلع ب 9.8، يبقى الاجابه طبعا دي. طيب هو من البدايه ال V1 ما كانش ليه احتمال تاني غير ده، بس لازم اتاكد طالما هي جزئين بس اتاكد. طيب السؤال اللي بعده، اسئله الجرافات دي تبني عليها مهم. هنا عندي البي وعندي الاي، برضو اسئله شابتر 2، بس انا لسه شارح لك جزء السلوب فعايزين نطبق عليه، واحسن تطبيق هو الجزء ده. البي والاي، وقال لي ان ده ماجنتيك فلكس دينستي ات بوينت ديو تو باسنج ا كارنت او باسنج كارنت ان ذا ستريت واير. طالما قال لي كده اروح على طول اكتب القانون بتاع مين؟ بتاع البي اوف ستريت واير. خلاص كده. البي اوف ستريت واير هي ميو اي اوفر 2 باي دي صح؟ قال لك ان دول ديفرنس بوينت اللي هي الاكس والواي والزد، يعني عندي واير كده بيمر فيه كارنت، عندي نقطه اكس وواي وزد مثلا، انا ما اعرفش مين فيهم الاكس والواي والزد، بس هم ثلاث بوينتس يبعدوا عن السلك بديستانس مختلفه صح كده؟ فجاء قاس البي هنا وقاس البي هنا وقاس البي هنا، طبيعي ان البي انفرس مع الدي، فدي لما تكون بعيده، لما نقطه تكون بعيده يبقى البي عندها قليله. طيب هو هنا رسم لي مين مع مين؟ البي مع الاي، البي مع الاي، يبقى اتبقى لي مين كسلوب؟ ميو اوفر 2 واي دي، يعني اقول له كده ان السلوب هو الباقي، ما هو اخذ البي حطها على الواي اكسس واخذ الاي رسمها على الاكس اكسس، بقى لي ميو اوفر 2 باي دي، ميو اوفر 2 باي دي. خلاص كده. الميو وال2 باي كونستنت فيهم كلهم، فلما اجي اعمل ريشيو هيروحوا مع بعض، فبشتغل ايه؟ مع دي بس، يبقى السلوب
equal 1 over d. يعني السلوب فوق ودي تحت يعني السلوب انفرس مع دي يعني اللي عندها سلوب اكبر اللي هي عندها انجل اكبر يعني عندها دي اقل. طب مين اكبر واحده عندها انجل؟ الاكس. يبقى الاكس اكبر سلوب يبقى عندها اقل ديستنس، والعكس الزد عندها اقل سلوب يبقى عندها اعلى ديستنس. طب تعالى نشوف بقى الاجابات. بلاك سوز ا بوينت nearer to wire Z than wire Y. يعني هل Z أقرب من ال Y؟ تعال نشوف. ال Z أقرب؟ لا، دي عندها ديستانس أكبر، دي هي عندها أعلى ديستانس طالما عندها أقل سلوب، والسلوب إنفرس مع دي يبقى عندها أكبر ديستانس، يبقى هي أبعد واحدة. لا، يبقى دي غلط. خلاص؟ طيب قال لك at equal distance، لا طبعا مستحيل يبقوا ايه at equal distance. ليه؟ ازاي لو equal distance تلاقيهم كلهم ايه منطبقين على بعض كده؟ قال لك nearer to wire x than wire y، يعني الx او الواير ده اقرب للx عن الواي. تعال نشوف x اللي هي عندها اعلى سلوب فعندها اقل distance، اقل distance يبقى هي فعلا ايه ال nearest point. خلاص؟ طيب يبقى هي دي طبعا ايه الصح، يبقى الواير nearest to wire x than wire y، او البوينت x دي اقرب من الx عن مين؟ عن الواير y، لو هو عنده 3 wires وعنده نقطة بقى. خلاص؟ يعني هنا جاب العكس، هو جاب 3 wires x y وz وجاب بوينت واحدة، فبيقول لك البوينت دي اقرب لمين وابعد عن مين؟ خلاص؟ ده طبعا سؤال تربنا عليه ما فيهوش اي مشكله، بس ايه حبيت اكد عليه. لو جاب لي الشكل ده في الامتحان وقال لي عندي هنا بوينت اكس واي وزد، اول حاجه عينك هتاخد بالها منها ان الكروس سكشن الاريا مختلفه، فهتقول لي ايه ده؟ لا يا مستر، ده الار ايكوال رو اي ال اوفر اي، وطالما الاريا بتختلف فالاريا الاكتر عندها ار اقل. هقول لك ماشي صح، بس خلي بالك ان دي لو انت قلت لي دي ار ودي ار ودي ار 1 و 2 و 3 مثلا، بغض النظر عن مين اكبر ومين اقل، هما متوصلين ايه كده؟ سيريس ولا بارلل؟ هتلاقيهم متوصلين سيريس صح؟ وطالما متوصلين سيريس يبقى الاي اللي فيهم كونستنت ما بتتغيرش. السؤال اللي بعده، السؤال ده افكاره كتير وتيجي في الامتحان، اللي هي مسائل الريشيو، خلي بالك قوي من المسائل دي. تمام؟ بيقول لك ذا كفر 3 كفر وايرز، خلي بالك قال لك 3 كفر وايرز، يعني من الاخر بيقول لك ان الرو واحده اكس واي وزد هاف ذا سيم او هاف لينسز 1 و4 و2. خلاص طب تعالى الاول اشوف كده ايه الرول اللي فيه لينس وفيه ريزستيفيتي، وهو بيتكلم على ريزيستنس مع مين؟ مع كل واير. تمام؟ الريزستنس بتاعت كل واير، يبقى عندي الار وعندي ريزستيفيتي وعندي لينس، يبقى هو الرول اللي هو رو اي ال اوفر ال اي. خلاص كده؟ طيب الرو اي هو حيدها او طلعها من حساباتي لما قال لي ان هم 3 كفر ايه وايرز. طيب if the cross sectional area of this wire are equal، يعني الاريا برضه هو طلعها من حساباتي لان هم كلهم ايه equal في الثلاثه، يبقى الار والال بس، والال فوق والار فوق، يبقى الار دايركت مع اللينس، يعني كل ما اللينس بتاع الكوندكتور بتاعي يزيد الريزيستنس تزيد برضه. طيب هو قال لي ال L1 ب 1، الثانية ب 4، الثالثة ب 2، يبقى مش ال R دايركت مع ال L، يبقى برضه ال R هتبقى نفس الريشيو R1 1 بالنسبة ل R2 اللي هي ب 4 بالنسبة ل R3 اللي هي ب 2، يبقى عايز واحدة الريشيو بينهم يكون كام؟ 1 ل 4 ل 2. أهي لو بصيت عند دي هلاقيها دي 1، دي هلاقيها 1 2 3 4، ففعلا Y بقت 4 ثم دي بقت بكام؟ ب 2، يبقى هي الاجابه بتاعتي سي. خلاص كده؟ هنا بيقول لي 3 ريزيستورز عندهم كل الاراضي دي ايكويفالنت لبعض، كلهم ار، كلهم ايدنتيكال ريزيستورز، هو عايز ايه؟
عايز البوتنشال او الريزيستنس تبقى مينيمم بين الاكس والواي، يعني اقل ريزيستنس. طيب لو جيت هنا هلاقي ان دي ار سيريس مع ار سيريس مع ار، يعني دي 3 ار، هو عايز مينيمم اصلا، تمام، اقل حاجه، فدي طبعا ايه هستبعد. نفس الكلام هنا ما غيرش حاجه، بس عايز ما بين الاكس والواي، خلي بالك عايز الريزيستنس ما بين مين؟ ال 2 بوينتس اكس واي، هنا الريزيستنس بينهم بكام؟ بار. يعني هنا ب 3 ار وهنا بار. يعني ما حدش يغلط وياخد ايه؟ من البدايه للنهايه، لا هو عايز من اكس للواي بس. طب هنا هو عايز من اكس للواي، تعال نشوف دي ودي ب 2 ار لان هم سيريس مع بعض. بارلل مع الار. صح؟ فاجي اقول له والله دي هتبقى 2 تايمز 1 اوفر 2 بلس 1 اللي هي هتبقى 2 اوفر 3. خلاص كده؟ يعني دي اقل من ال 1. طب اخر واحده هنا دي ار. طب دول هاجي هنا لان دي بتتجزأ على الاثنين دول، اذا دي ودي الاول برلل مع بعض واللي يطلع سيريس مع دي. طب دي قد بعض وبرلل، يبقى واحده منهم على عددهم، يعني ار اوفر 2 يعني بهاف ار. سيريس مع دي يعني بلس الار، يعني دي تطلع لي 3 اوفر 2 ار. خلاص كده؟ 3 اوفر 2 دي ليها 1.5، ودي 1 ودي 3، يبقى اصغر واحده وعايز مينيمم ريزيستنس يبقى مين؟ يبقى ال 2 اوفر 3 طبعا اللي هي بي. خلاص كده؟ السؤال اللي بعده. دي الاسئله اللي بتعتمد على الفهم يا جماعه. يعني مش محتاج حد يقعد بورقه وقلم يقعد يحل سنه، لا هي انت فاهم الفكره هتقعد تحلها ثانيه. يقول لك ايه؟ هنا عندك ار1 وار2 متوصلين بارلل مع بعض. يقول لك if ار1 is greater than ار2، يعني هو جاء قال لك ان الار1 اكبر من الار2. The equivalent resistance of the two resistors ار1 وار2 هتبقى مالها؟ تعالى كده نفتكر مع بعض، احنا كنا بنقول دايما ان التوصيل السيريس يزود الريزيستنس ويخليها اكبر من اكبر ريزيستنس عندي. التوصيل البارلل يقلل الايكويفالنت ريزيستنس ويخليها اصغر من اصغر ريزيستنس، يبقى المفروض تكون ايه طبعا؟ الار ايكويفالنت بتاعتهم اصغر من صغيره. طب هو اصلا بيقول لك ان الار 1 اكبر من الار 2، يبقى دي السمول، يبقى الار ايكويفالنت هتبقى اصغر من السمول كمان، يبقى ليس ذان الار 2. خلاص؟ السؤال اللي بعده بيقول لك هنا عايز least equivalent resistance between انهو بوينتس. طبعا هتقعد تجرب، هتاخد الاكس والواي فادالي كل ده وتشتغل على الاثنين دول بس، بعد كده ادالي كل ده وتشتغل على دي بس او بالاكس والواي تلاقي 12. الزد والكي ما تتغرش وتقول دي ب 3 فدي اقل حاجه، لا لما تيجي تجرب ال 3 مع ال 6 هتلاقيهم بكام؟ ب 2 اوم، يبقى اقل او الليست ريزيستنس ما بين الاكس والكي او الكي والاكس هم اقل ايكويفالنت ريزيستنس، فما تستعجلش، تمام؟ بتاخد كل 2 بوينتس وتنسى كل حاجه وتاخد الايكويفالنت ريزيستنس ايه؟ منهم. السؤال ده احنا اتفقنا على البوينتنج ميثود، قلت لك حاجه من اتنين، يا اما افهم بيها السؤال وبس واحل بطريقتي، يا اما في اسئله ثانيه ينفع ان انا احل السؤال بيها. طب تعالى نشوف، هل ده سؤال ممكن افهمه كده على طول؟ هو ممكن، والاصح والطبيعي كفيزيكس ان انت تفهمه من خلال لو انت مررت الكرنت ايه اللي هيحصل، تمام؟ بس خلينا نشوف، نديك اكتر من طريقه عشان تختار الاسهل لك. بوينتنج ميثود عشان افهم شكل السيركت دي هيبقى عامل ازاي. لو جيت هنا قلت ادي البوينت ايه، مشيت سلك فاضي فهنا ايه، عديت على ريزيستور فبقى دي بي، ثم الايه عدت على ريزيستور فبقى دي بي، وده طبيعي لان البي مشيت سلك فاضي فتبقى نفس البوينت. خلاص ما ينفعش اغيرها اقول سي مثلا، لا ليه؟ لان البي دي مشيت سلك فاضي فتبقى نفس البوينت. طيب نفس الكلام
ال V دي هتعدي على الريزستور هنا يبقى C. خلاص؟ اجي هنا بقى بالترتيب كده اكتب A B C. ال A وال B بينهم خلي بالك 2 ريزستورز ال 9 وما بين ال A وال B في 18، فعندي 9 وعندي 18. خلي بالك طالما ما بين نفس البوينتس يبقى دول بارلل مع بعض. خلاص كده؟ بعدين عندي ما بين ال B وال C اللي هي كام؟ 24 بس كده لا، وما بين ال B وال C في 8. فبكل بساطة هعمل دول بارلل مع بعض واعمل دول بارلل مع بعض. هاجي اعمل ال 9 وال 18 9 تايمز 18 اوفر 9 بلس 18 هتطلع لي ديب 6 سيريس يعني بلس 24 تايمز 8 اوفر 24 بلس ال 8 هيديني هنا 6 برضو، فهيطلع لي الإجابة التوتال بكام؟ ب 12. خلاص كده؟ السؤال اللي بعده سؤال زي ده انت مش هتعرف تشتغله ولا تفهم شكل السؤال من غير بوينتنج ميثود. فتعالى ادي اكس ماشية سلك فاضي فبقت برضو هنا اكس، الاكس دي ماشية سلك فاضي فما ينفعش تتغير تفضل زي ما هي اكس، ثم الاكس دي ماشية كده عدت على ريزيستور وليكن سميناها مثلا عشان هنا واي نسميها هنا زد، زد ماشينا سلك فاضي يبقى هنا برضو زد، ثم هنا عندنا الواي ماشي سلك فاضي يبقى هنا واي، ماشي سلك فاضي يبقى هنا واي. خلاص؟ وهنا برضو ايه ممكن تعتبر ان الاكس ماشي سلك فاضي يبقى هنا اكس. خلاص؟ اكتب البوينتس بتاعتك بالترتيب يعني اكس صح زد واي، ما تكتبش اكس واي وزد لان انت وانت ماشي عديت الاول على مين على زد، تكتب لي كده اكس زد واي. خلاص كده؟ الاكس والزد بينهم 2 ريزيستورز ال 4 وال 6 صح كده؟ لا وفي كمان ريزيستور ما بين الاكس والزد اللي هو كام؟ اللي هو 12، يبقى 6 مع 4 مع 12 كل دول كده بارلل مع بعض ما بين الاكس ومين؟ والزد. ثم ما بين الزد والواي اهو في كام؟ في 16. ثم خلاص انا خدت دول كلهم كده فاضل لي واحده بس ما بين مين؟ الاكس والواي. طب اعملها ازاي؟ الاكس هنا والواي هنا؟ قال لك عادي خد برانش كده اهو اللي هي بكام؟ 6 اوم. طب دي اعملها ازاي؟ انت عندك ثلاثه هنا بارلل مع بعض خلصهم الاول، الثلاثه دول بعد ما تجيبهم سيريس مع مين؟ مع 16 يبقى بلس 16، بعد ما تطلع اللي فوق كله هتعمله بارلل مع اللي تحت. لما تيجي تعملها طبعا الكلام ده هيطلع بكام؟ ب 4.5 اوم. خلاص كده؟ يبقى هتخلص الثلاثه بارلل دول الاول مع بعض بلس ال 16 واللي يطلع كله هتعمله بارلل مع ال 6. تمام؟ طيب نيجي سؤال تاني هنحله برضه بالبوينتنج ميثود. ادي البوينت A هنمشي سلك فاضي يبقى برضه A، مشينا سلك فاضي يبقى A، سلك فاضي يبقى A، عدينا على ريزيستور يبقى B، عدينا على ريزيستور يبقى C مثلا. واكتب لي البوينتس بالترتيب A B C. ما بين ال A وال B في ريزيستور 2R، وما بين ال A وال B في ريزيستور ب R، وما بين ال A وال B برضه في ريزيستور ب 2R. كل دول مالهم طالما ما بين نفس ال 2 بوينتس يبقى بارلل مع بعض. وبعد كده ما بين ال B وال C في R واحدة. يبقى هشتغل دول كلهم بارلل مع بعض واللي يطلع اعمله بلس كام؟ بلس ال 1. تمام؟ يبقى الكلام ده هيطلع لي كام؟ 3 اوفر 2 R اللي هي دي. السؤال اللي بعده السؤال ده نكتب عليه مهم جدا، أسئلة الأفكار الخفيفة اللي معتمدة إن أنت تكون تفكيرك سريع. تمام؟ الأسئلة يا جماعة دي تعتمد على مهارتين في التفكير. أول مهارة حاجة اسمها creative thinking، إن أنت عندك داتا في دماغك، عندك معلومات في دماغك، بس هل هتعرف تطبقها
وقت ما تشوف حاجه جديده وده طبيعي ان في الامتحان يجي لك سؤال اول مره تشوفه خلاص هل هتعرف تتاقلم وتشتغل بالرولز اللي في دماغك اللي انت عارفها ومذاكرها فحاجه تطبقها على حاجه اول مره تشوفها تاني حاجه مهاره اسمها كريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي ان انت لما تشوف حاجه ليه كده ايه الهدف ان هو يقول لي المعلومه دي هنا تمام فانت حاجتين تكون مبدع وتكون بتسال نفسك في الامتحان ليه هو قايل لي المعلومه دي خلاص بينك وين a number of identical resistors in each of resistance R يبقى هو مثبت ال N ومثبت ال resistance بتاعتهم كلهم ايه قد بعض connected in series في البداية فال equivalent resistance بتاعتهم كانت X استنى هو ليه يقول لي ان هم identical اكيد في سبب وقال لي ان كلهم ب R وعددهم N وقال لي ان هم متوصلين series طب استنى لما يكونوا series وكلهم identical يبقى اقول n times r ال r equivalent equal هو قال لي بكام ال r equivalent x مش ال r equivalent في حاله السيريز لما يكونوا identical n r equal x طيب هو اللي قال طب قالك connected in parallel نفس الكلام طب لما يكونوا connected in parallel مش بنقول واحده منهم اللي هي ال r over عددهم اللي هو ال n هو قال لك equal كام equivalent y تمام كده؟ فهنيجي نعمل ايه؟ بيقول لك ال R بقى ايكوال ايه؟ طيب انا بفكر في السؤال زي ده ازاي؟ انا هدفي هنا اضيع ال N دي مش عايزها. طب ايه الحاجه او ايه البروسس اللي عاملها تضيع لي ال N دي؟ هي بروسس وحيده اللي هي المالتيبليكيشن. يبقى اجي اعمل اقول له الاكس تايمز الواي ايكوال n r times r over n اللي هو ده times ده ال n فوق وال n تحت يروحوا مع بعض يبقى equal r power 2 بس هو عايز ال r ولا r power 2 عايز ال r بس صح يبقى هياخد square root يبقى ال r equal square root x و y يبقى خلاص انا حليت السؤال ايه بسرعه تمام كده يبقى انا كل اللي محتاجه افهم هو ليه بيقول لي المعلومه دي اقدر استفاد منها بايه ده اسمه critical thinking تمام الحاجة التانية أقدر أستفاد من الداتا اللي أنا طلعت بيها دي في إن أنا أحل بيها السؤال ده اسمه كرييتيف ثينكينج. طيب السؤال ده بيقول لك in the opposite circuit which resistor carries the electric current أو أنه resistor بيمر فيه electric current. هتقول لي إيه ده طب ما في ثلاثة. تعالى امشي معايا كده الكرنت ماشي أهو صح؟ عدى على أول resistor. هيجي هنا يبقى قدامه مسار من اتنين يا اما يمشي هنا ويتجزأ بس خلي بالك لو اتجزأ ده قدامه سلك فاضي لا يبقى ما ينفعش يتجزأ لازم الكرنت كله يمشي في مين في السلك الفاضي يبقى ده ديد ولما يجي هنا هيبقى قدامه نفس الاختيار يمشي في ريزيستور ولا سلك فاضي لا يمشي في سلك فاضي اذا ده برضه هيبقى ديد يبقى الريزيستنس الوحيده اللي مشيت فيها الكرنت هي مين الار 1 خلاص كده السؤال ده احنا لسه حلينه مع بعض هو بيقول لك عايز الار ايكويفلنت ليهم فهمشيها طبعا ايه بوينتنج ميثود هنا ايه مشيت سلك فاضي يبقى هنا ايه برضو مشيت سلك فاضي يبقى هنا ايه ثم سلك فاضي ايه برضو خلي بالك لو انت عديت من هنا على هنا الاول قلت لي بي مفيش مشكله بس لما تيجي تبدا برضو ما تقوليش هنا بقى بي تبقى هنا سي مثلا لا ازاي ما هو الايه مشيت سلك فاضي يبقى بي برضو يبقى ايه برضو ما اتغيرتش ليه هتغير ايه وهي ماشيه سلك فاضي معنى ان هي سلك فاضي ان مفيش اي تغير لو مسكت سلك كده مثلا قمت جاي قطع وموصل الطرفين ببعض مش هيحصل حاجه تمام مفيش ريزيستور في النص مفيش باتري في النص مفيش اي حاجه طيب طالما لقيت بوينت ما بين او لقيت ريزيستور ما بين نفس البوينت فوق ايه وتحت ايه يبقى ده اتفقنا ان هو يبقى ديد ريزيستور يبقى ال 6 مع ال 2 مع ال 3 نعملهم بارل مع بعض تمام يبقى ال 6 مع ال 2 مع ال 3 لما نيجي نعملهم مع بعض 1 اوفر 6 بلس 1 اوفر 2 بلس 1 اوفر 3 اول تو ذا باور ما ننساش اول تو ذا باور نيجاتيف 1
ايكوال الكلام ده كله يطلع بكام؟ 1 يعني هيطلع لي بار. خلاص كده. طيب ده سؤال برضو سهل معتمد على تفكير سريع سريع جدا منك وفهمك للمعنى السلوب. انا عندي هنا الباتري اللي هي في بي هتطلع لي كارنت اي صح؟ الكارنت ده هيجي هنا يعدي كله الاول في الاميتر اللي هو اي 1 وبعدين يجي هنا يبدا يتجزأ. يبقى اكيد الكارنت اللي ماشى في الاي 2 اقل من الكارنت التوتال اللي ماشى في الاي 1 يعني الاي 1 هو الاكبر صح؟ فلما اجي اقسم كده هنا مثلا اي 1 او هنا زي ما هو رسمها اي 2 مع اي 1 هو مين الاكبر؟ الكارنت كل مره فيه اللي هو اي 1 يبقى لازم السلوب يبقى اقرب له. السلوب يبقى اقرب للاقوى. فيبقى السلوب اقرب لمين؟ للاي 1. فطبعا دي غلط دي غلط دي غلط. الوحيده اللي السلوب فيها اقرب للاي 1 هي الاي. السؤال ده مهم. يقول لك ذا اوبزيت سيركت عايز الريشيو ما بين الاي 1 والاي 2. هنا مثلا السؤال زي ده انت مش هينفع تفهمه رغم ان احنا متدربين عليها كتير بس في الامتحان خليك حريص. بلاش تسيب حاجه ايه لدماغك. اجي هنا انا مش متاكد هو انا شاكك ان هم برل بس عايز اتاكد اعمل ايه؟ استخدم البوينتنج ميثود. ادي البوينت ايه؟ مشينا سلك فاضي فدي برضو تبقى ايه؟ تمام؟ طب عدينا على ريزيستور بقت بي، البي دي ماشي سلك فاضي بقت بي برضو. حد يجي يقول لي يا مستر هو انت ليه قلت سلك فاضي مع انه في اميتر؟ تاني حاجه هو سلك فاضي بس اخره تو ريزيستورز. هو مش سلك فاضي بمعنى ان هو هيسحب الكارنت كله لان هو اخره تو ريزيستورز، بس هو سلك فاضي بمعنى ان ممكن اقطعه خالص كده واوصل دي بدي. فتبقى دي نفس البوينت اللي هنا. هي ايه؟ ايه هي؟ الايه اللي هنا. خلاص؟ ان هو ايه ما فيهوش ريزيستورز ما فيهوش باتري ما فيهوش حاجه حصل. فالبوينت ايه هنا؟ طالما ماشيت كده ما قابلهاش ريزيستور يبقى احنا بنقول عليها ان هي سلك فاضي يبقى ايه؟ طب ايه هي حالات الشورت سيركت؟ طيب امتى اقول ان انا عندي شورت سيركت او سلك فاضي بيسحب الكرنت؟ حاله من ثلاثه. اول حاله لو انا عندي فعلا سلك فاضي ما فيهوش اي حاجه. لو انا عندي سلك ما بيمرش فيه لا في ريزيستور ولا في اي حاجه، اذا ده بقول عليه فعلا شورت سيركت هيسحب ايه الكرنت كله، بس بشرط ان الواير ده يكون متوصل بالباتري. يعني هنا ما اقدرش اقول على ده ان هو شورت سيركت او سلك ايه فاضي بمعنى ان هو هيسحب الكرنت كله. هو سلك فاضي ان هو هقول ايه ماشي سلك فاضي يبقى ايه برضه، بس هو لما الكرنت يجي هنا يتجزأ مش هيسحب الكرنت كله. ليه؟ لان الواير ده مش متوصل بالباتري. لو هو متوصل بالباتري هتقول هيعمل شورت سيركت، بس هو لوحده مش هيعرف ايه يقفل السيركت. ايه تاني؟ قال لك لو انا عندي سلك فيه اميتر ينفع اقول عليه سلك فاضي يعني يسحب الكرنت كله. يعني ايه؟ لو هو متوصل مع ريزيستور لا الكرنت يفضل يمشي في مين؟ في السلك اللي فيه اميتر بس وما يجزقش. طيب ايه تالت حاله؟ قال لك لو انا عندي باتري سلك فيه باتري متوصل بارلل مع ريزيستور الكرنت يفضل يمشي في مين؟ لا يمشي في السلك اللي فيه باتري بيعتبره سلك فاضي لان دور الباتري ان الكرنت يمشي فيها. دور الاميتر ان هو يقيس الكرنت فالكرنت يمشي فيه. السلك الفاضي يسحب الكرنت لان الريزيستنس بتاعته قليله. بينما لو واير فيه فولتميتر اوعى تقول ان ده سلك فاضي، لا لان الفولتميتر مش دوره ان الكرنت يمشي فيه ومش دوره ان هو يقيس كرنت. خلاص كده؟ طيب خلاص انا هنا استخدمت قلت هنا A وهنا A وهنا B وهنا برضو A B. فلما اجي ارسم ال A وال B هلاقي ان انا عندي ما بين ال A وال B في 24 وفي ما بين ال A وال B 12 وما بين ال A وال B برضو في A 6 اذا 3 A بارل مع بعض. خلاص؟ والثلاثة متوصلين بنفس البوتنشال ديفرنس اللي هو ب 12 فولت. خلاص كده؟ اذا انا ممكن اجي اقول لك مش الفولت في حاله البارلل ثابت، يعني الفولت بتاع ال 24 هو هو الفولت بتاع 12 هو هو الفولت بتاع 6 اللي هو بكام؟ 12. فانا ممكن اجي
واقول لك كل في اوفر ار اجيب الاي بتاعتها يبقى 12 اوفر 24 بكام؟ ب 0.5 ده الايه؟ امبير كارنت. 12 فولت اوفر 12 اوم ب 1 امبير. 12 فولت اوفر 6 اللي بكام؟ ب 2 امبير. خلاص كده؟ يبقى انا عاجي اقول ايه؟ انا عندي الكارنت اللي ماشي هنا والكارنت اللي ماشي هنا والكارنت اللي ماشي هنا. طب تعالى نشوف الكارنت الاساسي اللي هو جاي من الباتري بتاعتنا كان ماشي ازاي. كان ماشي كده صح؟ هيجي هنا هيتجزأ. قلت لك ده سلك فاضي يسحب الكارنت كله؟ لا، ده سلك اخره ايه؟ تو ريزيستورز. فيجي هنا الكارنت يجي يتجزأ على ده وده. طب اذا كان هو اتجزأ ل 1 امبير و 2 امبير، مش الكارنت اللي ماشي هنا هو اللي اتجزأ للاثنين دول 1 امبير و 2 امبير، يبقى الكارنت الاساسي كان بكام؟ ب 3 امبير صح؟ طيب والكارنت اللي ماشي هنا بهاف وماشي هنا 1 ماشي كده صح؟ مش ال 12 اوم دي الكارنت جه هنا اتجزأ ليها 1 اوم 1 امبير ماشي كده، وهنا هاف امبير ماشي كده، هيقابلوا بعض عند البوينت بي ويتجمعوا يمشي في مين؟ في الاي 1. يبقى هنا الكارنت اللي ماشي هو ال 1 بلس ال 0.5 يعني 1.5. هو عايز الاي 1 اوفر اي 2، الاي 1 مر فيها كام؟ 1.5 اوفر الاي 2 اللي هي بكام؟ ب 3. الكلام ده يطلع ب 1 اوفر 2 يعني هاف الريشيو بينهم 1 اوفر 2. خلاص كده؟ هنا عندي ريستات. يقول لك لما الريستات ده يتحرك من البوينت اكس للبوينت واي ايه اللي هيحصل للقرايه بتاعت الفولتميتر؟ عايز ابص الفولتميتر ده متوصل ما بين التيرمينالز بتاعت الريزيستنس دي صح، وفي نفس الوقت متوصل بمين؟ بباتري. طالما عندي فولتميتر متوصل بباتري الفولت بتاعه ما يتغيرش خلاص، يبقى الفولت اهو الفولتميتر ده لو جيت كده بصيت على التيرمينالز او النقطتين بتوعه هي متوصل هنا بايه؟ الطرفين بتوع مين؟ بتوع الباتري. اذا الفولت يفضل ايه؟ كونستنت ما يتغيرش، لان هو بيقيس بوتنشال ديفرنس اوف باتري والبوتنشال ديفرنس اوف باتري ايه؟ كونستنت. يبقى دي هتفضل ريمينز ان تشينج. السؤال اللي بعده بيقول لك لو قيمه الار اس ديكريزد، الار اس قلت يعني تسحب كارنت اعلى لان الار انفرس مع الاي، فما كل ما الار ما تقل تقوم سحبه كارنت ايه؟ اكتر. طيب الكارنت كان ماشي هنا بيتجزأ على البرانش اللي فوق والبرانش اللي تحت، لما الار اللي تحت اللي هي ار اس قلت سحبت كارنت اكتر، فقرايه الاميتر ايه اللي حصل لها؟ اكيد هنا الكارنت زاد بس فوق الكارنت قل، ما هو زاد فوق يعني سحب كارنت من فوق، زاد تحت انا اسف يعني سحب كارنت ايه؟ من فوق، فقلل الكارنت اللي بيمر فوق. يبقى الاي فوق قلت، يبقى ليه قرايه الاميتر ديكريز. يا دي يا دي. طب تعالى نشوف هنا عندنا فولتميتر الفي ده ايكوال ايه؟ نكتبه هنا الفي ايكوال اي ار صح كده؟ هل الار دي اتغيرت؟ لا، فضلت زي ما هي ب 2 ار، بس الاي اللي داخله لها هي مش الار قلت، يبقى الار داش او توتال قلت، يبقى الاي توتال زادت. اي ريزيستنس يشيلها او اي ريزيستنس يقللها في السيركت كلها الار توتال او الار داش او الايكويفالنت بتاعت السيركت كلها ايه؟ تمشي مع الار. لو الار قلت يبقى الار داش قلت، لو زود ار يبقى الار زادت. هنا هو زود الار يبقى الار توتال زادت، يبقى الار توتال هو قلل الار، يبقى الار توتال قلت، يبقى الاي توتال زادت. الاي توتال زادت والار كونستنت، طالما الاي زادت يبقى الفي زادت، يبقى الفي انكريز. تمام؟ انا بحاول ان انا امشي معاك خطوه خطوه وافكر زي ما انت قاعد في الامتحان، كانك قاعد في الامتحان بالظبط وبتفكر. اهو هو قال لك ان الار اس دي قلت، يبقى الاي اللي فيها زادت. طب زادت على حساب مين؟ على الاي اللي فوقيها، يعني سحبت منها كارنت، يبقى الاي اللي فوق في الاميتر قلت. خلاص يبقى الاي ديكريز. الفي بتقيس ريزيستنس، قلت لك اول ما تشوف فولت او فولتميتر بيقيس ريزيستنس يبقى الفي ايكوال اي ار. طب هل الار دي هو قال لك غيرها زودها او قللها؟ لا، الار ثابته، بس طالما الار توتال قلت يبقى الاي توتال زادت، وطالما الاي زادت يبقى الفي زادت. خلاص كده؟ السؤال اللي بعده
In the shown electric circuit, if the variable resistance RS is increased, ال RS مالها زادت. طب تعال نشوف كده مع بعض. زود ال RS دي. فبيقول لك الفولتميتر ريدنج ايه اللي يحصل لها؟ طب ال RS زادت يبقى ال R total زادت. وطالما ال R total زادت يبقى ال I total قلت. طب هي ال V دي ايكوال ايه؟ مش ال V ايكوال I R تمام، بس انه R R2 اللي هو بيقيسها. طيب ال R2 زي ما هي ثابته بس ال I قلت، مش ال I total قلت؟ طالما ال I قلت يبقى ال V برضه قلت، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى decrease. خلاص؟ طيب السؤال ده سؤال كويس، اكتب عليه مهم برضه. هنا هو بيقول لي ايه؟ عندي هنا ريستات وده دي كلها كده ريستات ريزيستنس عليها سلايدر بيتحرك كده، ارم بتتحرك عليه. ما كل ما امشي فالديستنس بتاعت الريزيستنس تزيد يبقى الار بتزيد. فبيقول لك هنا لو الارم اتحركت توورد الاي، يعني اتحركت ناحيه مين؟ الواي، بتتحرك كده، يبقى الاكس بتزيد. الاكس بتزيد يبقى الار اكس بتزيد، يبقى الار هنا زادت، يبقى الاي اللي بتمر فيها قلت. طالما الار زادت يبقى الاي قلت. طب ودي كده مش دول الاثنين بدل مع بعض؟ طب الاي اللي هنا قلت على حساب مين؟ على حساب دي. يبقى الاي بتاعت الوان او لامب وان هتزيد، يبقى البرايتنس بتاعتها انكريز. يبقى brightness of bulb 1 لازم increase، يبقى يا دي يا دي. طيب ال brightness of bulb 2 اجي هنا الاقي ان وانا السلايدر وهو بيتحرك ناحيه الواي الار بتاعت الواي بتقل، فالكرنت اللي بيمشي فيها زاد. زاد على حساب مين؟ على حساب اللي متوصله بره معاه اللي هي ال 2. طالما ده زاد يبقى الاي بتاعت ال 2 قلت لان هم متوصلين برايل مع بعض، الكرنت كان بيتجزع عليهم، فلما واحد تسحب كرنت اكتر يعني بتسحب من ايه؟ من البرانش التاني. يبقى الاي هنا قلت والباور ايكوال اي سكوير ار، اي سكوير يعني الاي لما تقل الباور يقل، يبقى البرايتنس برضو ايه؟ تقل، لان البرايتنس دي هي الباور، يبقى انكريز و ديكريز، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى بي. في السيركت اللي قدامنا بيقول لنا لما نقفل الكي اللي اسمه كي، ايه اللي هيحصل للبرايتنس بتاعت اللمبه A والبرايتنس بتاعت اللمبه B؟ انا لما اقفل الكي الكرنت الاول كان بيجي هنا يعدي كله على البي وبعد كده يكمل على السي ويتجزا جزء منه يروح ايه؟ للاي. هل انا لما قفلت السويتش او الكي هل الايه حصل لها اي حاجه؟ لا، زي ما هي. اذا البرايتنس بتاعتها هتفضل ريمين ان تشينجد. ليه؟ لان انا لا زودت جنبها ولا وصلت بارل معاها اي حاجه. بس البي انا وصلت معاها بارل ار زيها، ار قدها، يبقى انا عندي هنا الاي ما توصلش معاها لا سيريس ولا بارل ولا الكرنت اللي داخلها اتاثر. الكرنت اللي داخلها هو هو والار هي هي، فالباور هتبقى هي هي، فبالتالي هتفضل ايه؟ ريمين ان تشينجد. بينما البالب بي اتوصل معاها بالب ثانيه بارلل، صح؟ وطالما توصل بارلل يعني الكرنت بدل ما كان ماشي كله في البي هيتجزأ، يعني الكرنت قل فالباور قل فالبرايتنس قلت، يبقى الاجابه بتاعتي ريمين ان تشينجد و ديكريز اللي هي الاجابه سي. طيب لو جيت هنا بصيت على الفولتميتر اللي عندي على ايه؟ ان هو بيقيس لي البوتنشال ديفرنس بين النقطتين دول اللي هم فيهم باتري وريزيستنس والناحيه الثانيه فيها تو ريزيستنس، يعني ممكن اجي واقول ان انا عندي هنا ال في دي ليها تو رولز، يا اما في ايكوال في بي ماينس، خلي بالك اي فيها ار كابيتال وار سمول، يبقى ار كابيتال بلس ار سمول. وممكن اقول ال في الناحيه الثانيه ايكوال اي عندي هنا ار بلس كام؟ 3. خلاص؟ طيب عندي هنا ال في هو قال لي ان هي بكام؟ 6 فولت، ال في بي ب 12، الاي
ما توصلش معاها لا سيريس ولا بارل ولا الكرنت اللي خلاها تتأثر. الكرنت اللي خلاها هو هو والار هي هي، فالباور هتبقى هي هي، فبالتالي هتفضل ايه ريمين ان تشينجد. بينما البالب بي اتوصل معاها بالب تانية بارلل صح، وطالما توصل بارلل يعني الكرنت بدل ما كان ماشي كله في البي هيتجزأ، يعني الكرنت قل فالباور قل فالبرايتنس قلت، يبقى الاجابه بتاعتي ريمين ان تشينجد وديكريز اللي هي الاجابه سي. ده سؤال طبعا كيرشوف بكل بساطه هو بيقول لك ايه، رتب لي البوتنشال ديفرنس عند الاكس والواي والزد، او الالكتريك بوتنشال عند كل نقطه اللي هي الاكس والواي والزد. طب انا ما بعرفش اشتغل بوتنشال ديفرنس عند بوينت، فبضطر ان انا اشتغل بوتنشال ديفرنس ما بين البوينت اللي هو عايزها وبوينت مشتركه بينهم هم الثلاثه. مين البوينت المشتركه؟ البوينت دي. فهجيب اول حاجه وليكن هسميها ام، هجيب بوتنشال ديفرنس ما بين الاكس والام. طيب البوتنشال ديفرنس ما بين اللي هو الفي اكس ام، اللي هو البوتنشال ديفرنس ما بين الاكس والام اللي هو ايكوال ايه؟ اي ار صح، اللي هو 1 تايمز ال 5 يطلع ب 5 فولت. خلاص بعد كده هجيب البوتنشال ديفرنس في، خلي بالك انا بجيب اكس ام يبقى هجيب هنا زد ام، زد ام هلاقي نفسي ان انا ماشي عكس اتجاه الدايركشن بتاع مين؟ بتاع الكرنت صح، يبقى ماينس. الار معايا ب 3 ولكن تايمز اي كام ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان هنا في 1 امبير وهنا 1 امبير هيجمعوا الاثنين دول ان ويطلعوا هنا اوت بكام؟ ب 2 يبقى تايمز 2 يبقى دي نيجاتيف 6. خلي بالك دي نيجاتيف 6. خلاص كده. طيب اخر حاجه هجيب البوتنشال ديفرنس من الواي لل ام في واي ام. خلي بالك ان انت لازم تبقى ماشي بالترتيب اكس ام زد ام واي ام، ليه؟ لان دي البوينت المشتركه اللي انت في الاخر كانها ملهاش تاثير هتضيعهم مع بعض ايكوال. وانت ماشي انت خلي بالك هنا الفي عندك بكام؟ ب 10، بس الاي وهي داخله قابلت مين الاول؟ النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ وهي ماشيه كده قابلت النيجاتيف صح؟ يبقى ده نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 10 فولت. طب يقول لك رتبهم لي، رتبهم لي يبقى طبعا اكبر واحده اللي هي الفي اكس لازم تبقى هي اكبر واحده اللي هي دي يا دي. بعد كده النيجاتيف الاقل قيمته اكبر، فطبعا نيجاتيف 6 اكبر من نيجاتيف 10، يبقى عندي الفي اكس ثم الفي زد ثم الفي واي، يبقى الاجابه بتاعتي هي دي. السؤال اللي بعده نفس الكلام، ولكن هنا بقى عايز البوتنشال ديفرنس عند ايه؟ عند السي. فهنا هضطر اعمل ايه؟ واعطيني البوتنشال ديفرنس عند الايه والبي، او البوتنشال عند الايه والبي والايه والدي، وهو عايز البوتنشال عند السي. فاقول له والله انا هنا اقدر استفاد من اتجاه الكرنت ده ان انا اقول ان انا اللي عند بوينت سي اي 1 بلس اي 2 ايكوال اي دي، ولا يكون اسميها اي 3، يبقى اي 1 بلس الاي 2 ايكوال الاوت اللي هي مين؟ اللي هي الاي 3. طب الاي 1 اللي هي مين؟ الاي 1 دي احنا مش عندنا الاي ايكوال في اوفر ار من اوم زلو صح كده؟ فاجي هنا اقول له الاي 1 فين الاي 1؟ اهي. مش هي بتساوي البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي اوفر الار؟ طيب البوتنشال ديفرنس اللي هو مين؟ اللي هو في بي ماينس الفي سي، في بي ماينس الفي سي اوفر الار بكام؟ ب 2.5 بلس اي 2 اللي هي دي اللي هي بتساوي في اي ماينس الفي سي اوفر الار اللي هي بكام؟ ب 5 ايكوال اي 3 اللي هي في سي ماينس الفي دي اوفر كام؟ اوفر ال 1. طيب انا عندي اصلا الفي بي، عندي الفي بي بكام؟ اهو بالترتيب اي بي دي 15 و20 و5، يبقى البي بكام؟ ب 20. بعد كده الفي اي اللي هي الاولى بكام؟ 15. وعندي الفي الاخيره اللي هي الفي دي بكام؟ ب 5. خلاص كده؟ طيب اصبح عندي ادنون واحد اللي هو مين؟ الفي سي، اقدر طبعا احسبه بشيفت سولف وخلاص. خلاص كده؟ دي طبعا هتطلع ايه؟
بي لاتن فولت. تمام، اعملها كالكليتر عادي، وعندي انون واحد اللي هو البي سي كلها هتبقى اكس، واعمله شيفت سولف يطلع لي البي سي 10 فولت. السؤال اللي بعده ده سؤال كرشوف، عشان كده بقولك اسئله كرشوف مش هتحتاج منك الشغل كتير اللي كنت بتشتغله. لا، سؤال زي ده هي لوب واحده صح، يبقى هاخد دايركشن واقول سيجما في توتال كلها سواء باتريز او مش باتريز ايكوال زيرو. طب عايز اقول وانا ماشي هنا الفولت هنا مش 2 اللي هي الاي تايمز الار 2 تايمز 2 اللي هي 4 مع اتجاه الكرنت، اه يبقى بلس. بعد كده وانا ماشي كده مع الارو ده او الدايركشن ده قابلت مين؟ قابلت النيجاتيف صح؟ يبقى نيجاتيف في بي. بعد كده وانا ماشي هنا كنت ماشي عكس الدايركشن بتاع الاي صح؟ يعني الكرنت هنا كان ماشي وانا جاي عكسه، يبقى نيجاتيف اي اللي هي ب 2 تايمز ال 4 اللي هي ب 8. بعد كده وانا ماشي قابلت مين؟ الار ده قابل مين؟ قابل البوست بتاع الباتري صح؟ يبقى بوزيتيف او بلس 12 فولت خلاص ماشي ايكوال زيرو. طيب هو عايز البي بي دي بكام؟ نيجاتيف 8 مع الفور تبقى بنيجاتيف 4 ماينس البي بي بلس 12 ايكوال زيرو، بلس 12 ونيجاتيف 4 تبقى ب 8. يبقى بس خلي بالك هنا دي ايه بالبلس صح؟ يبقى نيجاتيف في بي بلس ال 8 ايكوال زيرو، يبقى نيجاتيف في بي ايكوال نيجاتيف 8 هطلعها بره بالماينس والنيجاتيف تروح مع النيجاتيف، يبقى الفي بي ايكوال 8 فولت، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى دي. تمام، السؤال اللي بعده بيقول لك هنا لما اقفل الكي او السويتش كي ده تمام او الكي ايه اللي يحصل؟ تعالى نشوف. انا عندي هنا باتري في بي وباتري ثانيه في بي والاثنين الدايركشن بتاعتهم ده البوزيتيف اهو، فالكرنت بيطلع من البوزيتيف، وهنا البوزيتيف برضه فالكرنت بيطلع ايه هنا؟ هيجوا هنا الاثنين يتجمعوا، فبيقول لك ذا اميتر، الاميتر اللي هو متوصل هنا، ايه اللي هيحصل له القرايه بتاعته؟ هنا الاول ده ما كانش موجود فكان الكرنت باي بس. هنا زودنا في بي ثانيه يعني الكرنت بتاعها برضه باي، فبدل ما هو كان اي بس اللي بيمر باي واي ب 2 اي، يعني الاي طبعا ايه؟ اولويه الاميتر انكريز. نيجي سؤال زي ده هو عايز البي 1 والبي 2. على طول من غير ما افكر اعمل ايه؟ اخد اي دايركشن وكلهم فولتات، فهقول وانا ماشي هنا قابلت مين؟ قابلت النيجاتيف، يبقى نيجاتيف 6. بعد كده وانا ماشي قابلت مين؟ قابلت البوزيتيف او البلس صح؟ يبقى بلس كام؟ 14. بعد كده وانا ماشي قابلت النيجاتيف يبقى نيجاتيف في 1 ايكوال 0. خلاص كده؟ يبقى ال V1 تطلع بكام؟ تطلع ب 8 فولت. يبقى هي دي. بعد كده اروح للوب الثانيه دي ب 8. اي اختار اي دايركشن وليكن ده. وانا ماشي هنا قابلت البوزيتيف صح؟ يبقى بلس 6 يلا معايا كده. وانا ماشي هنا قابلت بوزيتيف برضه يبقى بلس 8. وانا ماشي هنا قابلت نيجاتيف يبقى نيجاتيف V2 ايكوال 0. فهقول بلس 8 وبلس 6 تبقى ب 14 ماينس ال في 2، اطلع ال في 2 بره بالبلس يبقى ال في 2 ايكوال 14، يبقى 8 و 14 يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى 8. تمام كده؟ طيب هنا بكل بساطه قال لي ان ال في 2 ايكوال 4 تايمز ال في 1. طيب انا هفترض ان كل ار ب 1 خلاص كده؟ وقال لي ان ال V2 ده 4 من ال V1، طب انا مش عندي ال R هنا اعتبرتها ب 1 والكرنت بكام؟ ب 2 صح؟ 2 تايمز 1 بكام؟ 2 تايمز 1 ب 2، يبقى ال V1 ده بكام؟ ب 2. طب اذا كان ال V2 ده ب 4 من ال V1 اللي هو اصلا انا طالعه بكام؟ ب 2 صح؟ طالما مسألة ريشيو يبقى من حقي افترض ان كل ار مثلا ب 1، الكلام ده من حقي امتى؟ لما تكون مسألة ريشيو زي دي. طيب يبقى ال V2 ايكوال 2 تايمز 4 اللي هي بكام؟ ب 8. خلاص كده؟ طيب هقول انا عايز مين؟ هو عايز، خلي بالك اعرف دايما هدفك من السؤال، هو عايز الاي اللي هي دي اللي هي الكرنت هيجي هنا يتجزأ. لا ده مش هيتجزأ، ده هيتجمع مع الاي 2 لان هو رسمه لي دي كده. فالاثنين هيجوا يجمعوا ويمشي هنا، يبقى ده الاي توتال. هو عايز دي بس.
فانا معايا دي ب 2 امبير، فلو جبت دي اقدر اقول ان التوتال ماينس ال 2 يطلع لي الاي، لان الاي هتيجي مع 2 امبير يتجمعوا يمشوا في الايه في الريزيستنس اللي هي 2 ار. فانا لو جبت الريزيست الكرنت هنا والكرنت هنا اعملهم ماينس بعض اجيب مين الاي اللي هنا. طيب انا معايا الفولت ده بكام؟ ب 8 وماشي في ريزيستنس. انا قلت لك ان الار دي هتبقى ب 1 وهي 2 ار، يبقى 2 تايمز 1 بكام؟ ب 2. يبقى في اللي هي ب 8 اوفر 2 اللي هي الار تطلع لك بكام؟ ب 4. يبقى الكرنت اللي ماشي هنا بكام؟ ب 4. طب اذا كان ده ماشي ب 2 هيتجمع مع ده يطلع لي 4، يبقى ده كان بكام؟ يبقى ده اكيد كان من ال 2 الثانيه، لان ده 2 و 2 يطلع لي 4. يبقى الاجابه بتاعتي الاي هتطلع ب 2 امبير. السؤال اللي بعده، طبعا هنا لو بصيت هلاقي ان عندي باتري 12 وهنا باتري برضو 12 فولت يعني قد بعض، فلما هيجي الكرنت هنا طالع كده هيمشوا عكس بعض في ريزيستنس 6 اوم، اذا دي ديد لان هم هيكنسلوا بعض، الكرنت هنا هيحصل له ايه؟ فانش. طيب فالكرنت هنا هيمشي كده والكرنت هنا هيمشي كده، اعتبر الكرنت ده اي والكرنت ده برضو اعتبره اي. ليه؟ لان دي باتري في بي ودي باتري برضو زيها في بي، والاثنين الانترنال ريزيستنس بتاعتهم بزيرو. دي متوصله بريزيستنس 2 اوم ودي برضو متوصله بريزيستنس 2 اوم، والاثنين مشتركين في ايه؟ في ال 2 اوم دي. اذا نفس الريزيستنس نفس كل حاجه، اذا الباتري هتطلع نفس الايه؟ نفس الكرنت. خلاص؟ فاعتبر ده اي وده اي، الاثنين هيتجمعوا يمشوا هنا يبقى هنا 2 اي. خلاص؟ بعدين عادي هو عايز ايه؟ عايز قرايه الاميتر، يعني عايز الكرنت اللي هيمشي هنا من الاخر، فهاجي اعمل ايه؟ اقول له اطبق كرشوف سكند رول هنا مثلا، سيجما في بي اللي هي ب 12 ايكوال، واخد الدايركشن مع بوزيتيف الباتري كده. لو انت تهت في الخطوط دي حالك اهو. خلاص؟ واحنا قلنا ان دي ديد صح؟ وقلنا هنا اي وهنا اي، اخد الدايركشن ده اللي هو مع بوزيتيف الباتري. 12 ايكوال 2 اي بلس، خلي بالك الكرنت اللي ماشي هنا ده اي وده اي هيجمعوا هنا يبقى الكرنت اللي ماشي هنا 2 اي، تمام؟ بلس 2 اللي هي الار دي تايمز كام؟ تايمز 2 اي. فيبقى هنا 12 ايكوال 2 اي بلس 4 اي اللي هي ايكوال 6 اي، صح كده؟ يبقى الاي ايكوال 12 وادي 6 هناك بالديفايد 12 اوفر 6 اللي هي تطلع لك ب 2 امبير. خلاص كده يبقى الاي ايكوال 2 امبير. بس خلي بالك هو عايز قرايه الاميتر اللي هي بتقرا 2 اي. طب اذا كانت الاي ب 2 امبير، خلي بالك شوف اللخبطه بقى، يعني انت لو فرحت ان انت طلعت الاي ب 2 امبير ورحت اخترت له 2 غلط. ليه؟ لان الاميتر ما بيقراش اي، بيقرا كام؟ 2 اي. فهتروح تقول له والله طالما قرايه الاميتر بتقرا 2 اي يبقى 2 تايمز 2 ب 4 امبير، يبقى الاجابه بتاعتك تبقى 4. تمام كده؟ السؤال اللي بعده هنا بكل بساطة بيقول لك انه بلب من دول جلوز مور انتنسلي، هتنور اكتر. تعال نشوف، عندي هنا بطارية وهنا بطارية، البوزيتيف ناحية البوزيتيف ودي في بي ودي زيها في بي، يعني هيطلعوا كرنت قد بعض، فهيجي الكرنت بتاع دي اي والكرنت بتاع دي يمشي عكسها كده اي، يقوم ايه اللي حصل له؟ مكنسلين بعض. يعني البطارية دي هتكنسل البطاريه دي، بس ده مش معناه ان اللمبات دي ما تنورش، خلي بالك. ليه بقى؟ لاني عندي باتري تانيه شغاله لسه، الكرنت بيطلع منها كده وكده فبيتجزأ. طب هو قالك ان هم ايدنتيكال، يعني دي ار ودي ار يعني 2 ار ودي ار، صح كده؟ فالكرنت لما تكون ريزيستنس كبيره يبقى الكرنت اللي ماشي فيها قليل، لما تكون ريزيستنس قليله يبقى الكرنت كبير، صح كده؟ بس خلي بالك دي ماشي فيها كرنت صحيح اعلى من دول، بس الاثنين اتجمعوا ومشوا في مين؟ في الكي، فالكي هتبقى اعلى كرنت لان هي الكرنت التوتال اللي هي الكرنت ده بلس الكرنت ده اتجمعوا الاثنين ومشوا في الكي عشان يكملوا ايه السيركت بتاعتهم. وبالتالي طالما الكي او اللمبه اللي هي كي عندها اعلى اي يبقى عندها اعلى
برايتنس تمام. وغير كده انت المفروض تعرفها على طول ان اللامب او الريزيستور او اي حاجه اللي متوصله سيريس بالبتري هي اللي بتاخد ايه الكرنت التوتال تمام كده. طيب نيجي للسؤال ده هنلاقي ان عندي تو باتريز عكس بعض نيجاتيف ناحيه النيجاتيف اهي. وقال لي ان الباور كونسيومد في الريزيستنس دي بكام؟ ب 32. فاقول له والله الباور ايكوال اي سكوير ار صح كده. طيب الار بكام؟ ب 2. وانا ما عنديش الاي سكوير ولكن عندي الباور ب 32. طب انا عايز الاي سكوير يبقى ودي 2 ناحيه ثانيه بالديفايدد ولكن دي اي سكوير يبقى الاي ايكوال سكوير روت 32 اوفر 2 تطلع الكلام ده بكام؟ ب 4 امبير. يبقى انا معايا الاي ب 4 امبير. طيب هاجي هنا انا معايا الاي ايكوال 4 امبير ومعايا الار ب 2 اوم اقدر اجيب الفولت صح. يبقى الفولت هنا اللي هو من النقطه دي للنقطه دي كده بكام؟ 2 تايمز 4 اللي هو يطلع ب 8 فولت. بس خلي بالك الفولت ده هو الفولت اللي قايس مين؟ اللي قايس دول كده مع بعض صح. يبقى اقدر اقول ان ال 8 ايكوال الاثنين دول مع بعض عكس بعض صح. يبقى 24 ماينس 12 يطلع بكام؟ يطلع ب 12 تمام. ماينس الاي الار كلها اللي هي بكام؟ ار وار اللي هي ب 2 ار تمام. طب الاي بكام اصلا؟ ب 4. اطلع ال 12 دي بره تبقى نيجاتيف 4 ايكوال نيجاتيف 8 ار. نيجاتيف راحت مع النيجاتيف ال 8 تروح هناك بالديفايدد يبقى الار ايكوال 4 اوفر 8 اللي هي تطلع بكام؟ 0.5 او هاف اوم. السؤال اللي بعده ده سؤال طبعا كيرشوف بكل بساطه هو بيقول لك ايه؟ رتب لي البوتنشال ديفرنس عند الاكس والواي والزد او الالكتريك بوتنشال عند كل نقطه اللي هي الاكس والواي والزد. طب انا ما بعرفش اشتغل بوتنشال ديفرنس عند بوينت فبضطر ان انا اشتغل بوتنشال ديفرنس ما بين البوينت اللي هو عايزها وبوينت مشتركه بينهم هم الثلاثه. مين البوينت المشتركه؟ البوينت دي. فهجيب اول حاجه وليكن هسميها ام. هجيب بوتنشال ديفرنس ما بين الاكس والام. طيب البوتنشال ديفرنس ما بين اللي هو الفي اكس ام اللي هو البوتنشال ديفرنس ما بين الاكس والام اللي هو ايكوال ايه؟ اي ار صح؟ اللي هو 1 تايمز ال 5 يطلع ب 5 فولت. خلاص؟ طيب بعد كده هجيب البوتنشال ديفرنس في خلي بالك انا بجيب اكس ام يبقى هجيب هنا زد ام. زد ام هلاقي نفسي ان انا ماشي عكس اتجاه الدايركشن بتاع مين؟ بتاع الكرنت صح؟ يبقى ماينس. الار معايا ب 3 ولكن تايمز اي كام؟ معرفش. بس اللي اعرفه ان هنا في 1 امبير وهنا 1 امبير هيجمعوا الاثنين دول ان ويطلعوا هنا اوت بكام؟ ب 2 يبقى تايمز 2 يبقى دي بنيجاتيف 6. خلي بالك دي نيجاتيف 6. خلاص كده؟ طيب اخر حاجه هجيب البوتنشال ديفرنس من الواي لل ام في واي ام. خلي بالك ان انت لازم تبقى ماشي بالترتيب اكس ام زد ام واي ام. ليه؟ لان دي البوينت المشتركه اللي انت في الاخر كانها ملهاش تاثير هتضيعهم مع بعض. ايكوال وانت ماشي انت خلي بالك هنا الفي عندك بكام؟ ب 10 بس الاي وهي داخله قابلت مين الاول؟ النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ وهي ماشيه كده قابلت النيجاتيف صح؟ يبقى ده نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 10 فولت. طب يقول لك رتبهم لي، رتبهم لي يبقى طبعا اكبر واحده اللي هي الفي اكس لازم تبقى هي اكبر واحده اللي هي دي هي دي. بعد كده النيجاتيف الاقل قيمته اكبر فطبعا نيجاتيف 6 اكبر من نيجاتيف 10. يبقى عندي الفي اكس ثم الفي زد ثم الفي واي يبقى الاجابه بتاعتي هي دي. السؤال اللي بعده نفس الكلام ولكن هنا بقى عايز البوتنشال ديفرنس عند ايه؟ عند السي. فهنا هضطر اعمل ايه؟ واعطيني البوتنشال ديفرنس عند الايه والبي او البوتنشال عند الايه والبي والايه والدي. وهو عايز البوتنشال عند السي. فاقول له والله انا هنا اقدر استفاد من اتجاه الكرنت ده ان انا اقول ان انا اللي عند بوينت سي اي 1 بلس اي 2 ايكوال اي دي وليكن اسميها اي 3. يبقى اي 1 بلس الاي 2 ايكوال الاوت اللي هي مين؟ اللي هي الاي 3. طب الاي 1 اللي هي مين؟ الاي 1 دي احنا مش عندنا الاي ايكوال في اوفر ار من اومز لو صح كده؟ فاجي هنا اقول له الاي 1 فين الاي 1؟ اهي. مش هي بتساوي البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي اوفر الار؟ طيب
البوتنشال ديفرنس اللي هو مين؟ اللي هو في بي ماينس الفي سي. في بي ماينس الفي سي اوفر الار بكام؟ ب 2.5 بلس اي 2 اللي هي دي اللي هي بتساوي في اي ماينس الفي سي اوفر الار اللي هي بكام؟ ب 5 ايكوال اي 3 اللي هي في سي ماينس الفي دي اوفر كام؟ اوفر ال 1. طيب انا عندي اصلا الفي بي عندي الفي بي بكام؟ اهو بالترتيب اي بي دي 15 و20 و5 يبقى البي بكام؟ ب 20. بعد كده الفي اي اللي هي الاولى بكام؟ 15. وعندي الفي الاخيره اللي هي الفي دي بكام؟ ب 5. خلاص كده؟ طيب اصبح عندي ارنون واحد اللي هو مين؟ الفي سي. اقدر طبعا احسبه بشيفت سولف وخلاص. خلاص كده؟ دي طبعا هتطلع ايه؟ بي اللي هي 10 فولت، تمام؟ اعملها كالكليتر عادي وعندي انون واحد اللي هو البي سي كلها هتبقى اكس واعمل له شيفت سولف يطلع لي الفي سي ب 10 فولت. السؤال اللي بعده ده سؤال كرشوف، عشان كده بقول لك اسئله كرشوف مش هتحتاج منك الشغل كتير اللي كنت بتشتغله، لا. سؤال زي ده هي لوب واحده صح؟ يبقى هاخد دايركشن. واقول سيجما في توتال كلها سواء باتريز او مش باتريز ايكوال زيرو. طب عايز اقول وانا ماشي هنا الفولت هنا مش 2 اللي هي الاي تايمز الار 2 تايمز 2 اللي هي 4 مع اتجاه الكرنت يبقى بلس. بعد كده وانا ماشي كده مع الارو ده او الدايركشن ده قابلت مين؟ قابلت النيجاتيف صح؟ يبقى نيجاتيف في بي. بعد كده وانا ماشي هنا كنت ماشي عكس الدايركشن بتاع الاي صح؟ يعني الكرنت هنا كان ماشي وانا جاي عكسه يبقى نيجاتيف اي اللي هي ب 2 تايمز ال 4 اللي هي ب 8. بعد كده وانا ماشي قابلت مين؟ الار ده قابل مين؟ قابل البوزيتيف بتاع الباتري صح؟ يبقى بوزيتيف او بلس 12 فولت. خلاص؟ ماشي؟ ايكوال 0. طيب هو عايز البي بي دي بكام؟ نيجاتيف 8 مع ال 4 تبقى بنيجاتيف 4 ماينس البي بي بلس 12 ايكوال 0 بلس 12 ونيجاتيف 4 تبقى بايه؟ يبقى بس خلي بالك هنا دي ايه؟ بالبلس صح؟ يبقى نيجاتيف في بي بلس الاي ايكوال 0 يبقى نيجاتيف في بي ايكوال نيجاتيف 8 هطلعها بره بالماينس والنيجاتيف تروح مع النيجاتيف يبقى الفي بي ايكوال 8 فولت يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى دي. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول لك هنا لما اقفل الكي او السويتش كي ده تمام؟ او الكي ايه اللي يحصل؟ تعال نشوف. انا عندي هنا باتري في بي وباتري ثانيه في بي والاثنين الدايركشن بتاعتهم ده البوزيتيف اهو فالكرنت بيطلع من البوزيتيف وهنا البوزيتيف برضه فالكرنت بيطلع ايه هنا؟ هيجوا هنا الاثنين يتجمعوا فبيقول لك ذا اميتر الاميتر اللي هو متوصل هنا ايه اللي هيحصل له القرايه بتاعته؟ هنا الاول ده ما كانش موجود فكان الكرنت باي بس هنا زودنا في بي ثانيه يعني الكرنت بتاعها برضه باي فبدل ما هو كان اي بس اللي بيمر باي واي ب 2i يعني الاي طبعا ايه اولويه الاميتر انكريز. نيجي سؤال زي ده هو عايز البي 1 والبي 2 على طول من غير ما افكر اعمل ايه؟ اخد اي دايركشن وكلهم فولتات فهقول وانا ماشي هنا قابلت مين؟ قابلت النيجاتيف يبقى نيجاتيف 6 بعد كده وانا ماشي قابلت مين؟ قابلت البوزيتيف او البلس صح؟ يبقى بلس كام؟ 14 بعد كده وانا ماشي قابلت النيجاتيف يبقى نيجاتيف في 1 ايكوال 0. خلاص كده؟ طيب. يبقى الفي 1 تطلع بكام؟ تطلع ب 8 فولت. يبقى هي دي. بعد كده اروح للوب الثانيه دي ب 8. اي اختار اي دايركشن وليكن ده. وانا ماشي هنا قابلت البوزيتيف صح؟ يبقى بلس 6 يلا معايا كده. وانا ماشي هنا قابلت بوزيتيف برضه يبقى بلس 8 وانا ماشي هنا قابلت نيجاتيف يبقى نيجاتيف في 2 ايكوال 0 فهقول بلس 8 وبلس 6 تبقى 14 ماينس الفي 2 اطلع الفي 2 بره بالبلس يبقى الفي 2 ايكوال 14 يبقى 8 و 14 يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى 8 تمام كده؟ طيب هنا بكل بساطة قال لي إن الـ V2
equal 4 times V1. طيب انا هفترض ان كل R ب1. خلاص كده؟ وقال لي ان V2 ده 4 من V1. طب انا مش عندي ال R هنا اعتبرتها ب1. والكرنت بكام؟ ب2 صح؟ 2 times 1 بكام؟ 2 times 1 ب2. يبقى ال V1 ده بكام؟ ب2. طب اذا كان ال V2 ده ب4 من ال V1 اللي هو اصلا انا طلعه بكام؟ ب2 صح؟ طالما مسألة ريشيو يبقى من حقي افترض ان كل R مثلا ب1. الكلام ده من حقي امتى؟ لما تكون مسألة ريشيو زي دي. طيب يبقى ال V2 equal 2 times 4 اللي هي بكام؟ ب8. خلاص كده؟ طيب هقول انا عايز مين؟ هو عايز، خلي بالك اعرف دايما هدفك من السؤال، هو عايز الاي اللي هي دي اللي هي الكرنت هيجي هنا يتجزأ. لا ده مش هيتجزأ، ده هيتجمع مع الاي 2 لان هو رسمه لي دي كده، فالاثنين هيجوا يتجمعوا ويمشي هنا، يبقى ده الاي 2 ده. هو عايز دي بس، فانا معايا دي ب 2 امبير، فلو جبت دي اقدر اقول ان التوتال ماينس ال 2 يطلع لي الاي، لان الاي هتيجي مع 2 امبير يتجمعوا ويمشوا في الايه؟ في الريزستنس اللي هي 2 ار. فانا لو جبت الريزست الكرنت هنا والكرنت هنا اعملهم ماينس بعض اجيب مين؟ الاي اللي هنا. طيب انا معايا الفولت ده بكام؟ ب 8 وماشي في الريزستنس. انا قلت لك ان الار دي هتبقى ب 1 وهي 2 ار، يبقى 2 تايمز 1 بكام؟ ب 2. يبقى في اللي هي ب 8 اوفر 2 اللي هي الار تطلع لك بكام؟ ب 4. يبقى الكرنت اللي ماشي هنا بكام؟ ب 4. طب اذا كان ده ماشي ب 2 هيتجمع مع ده يطلع لي 4، يبقى ده كان بكام؟ يبقى ده اكيد كان من ال 2 الثانيه، لان ده 2 و 2 يطلع لي 4. يبقى الاجابه بتاعتي الاي هتطلع ب 2 امبير. السؤال اللي بعده، طبعا هنا لو بصيت هلاقي ان عندي باتري 12 وهنا باتري برضه 12 فولت يعني قد بعض، فلما هيجي الكرنت هنا طالع كده هيمشوا عكس بعض في ريزيستنس 6 اوم، اذا دي ديد لان هم هيكنسلوا بعض، الكرنت هنا هيحصل له ايه؟ فانش. طيب فالكرنت هنا هيمشي كده والكرنت هنا هيمشي كده، اعتبر الكرنت ده اي والكرنت ده برضه اعتبره اي. ليه؟ لان دي باتري في بي ودي باتري برضه زيها في بي، والاثنين الانترنال ريزيستنس بتاعتهم بزيرو. دي متوصله بريزيستنس 2 اوم ودي برضه متوصله بريزيستنس 2 اوم، والاثنين مشتركين في ايه؟ في ال 2 اوم دي. اذا نفس الريزيستنس نفس كل حاجه، اذا الباتري هتطلع نفس الايه؟ نفس الكرنت. خلاص؟ فاعتبر ده اي وده اي، الاثنين هيتجمعوا ويمشوا هنا، يبقى هنا 2 اي. خلاص؟ بعدين عادي هو عايز ايه؟ عايز قرايه الاميتر، يعني عايز الكرنت هيمشي هنا من الاخر، فهاجي اعمل ايه؟ اقول له اطبق كرشوف سكند رول هنا مثلا، سيجما في بي اللي هي ب 12 ايكوال، واخد الدايركشن مع بوزيتيف الباتري كده. لو انت تهت في الخطوط دي حالك اهو. خلاص؟ واحنا قلنا ان دي ديد صح؟ وقلنا هنا اي وهنا اي، اخد الدايركشن ده اللي هو مع بوزيتيف الباتري. 12 ايكوال 2 اي بلس، خلي بالك الكرنت اللي ماشي هنا ده اي وده اي هيجمعوا هنا، يبقى الكرنت اللي ماشي هنا 2 اي تمام، بلس 2 اللي هي الار دي تايمز كام؟ تايمز 2 اي. هيبقى هنا 12 ايكوال 2 اي بلس 4 اي اللي هي ايكوال 6 اي صح كده؟ يبقى الاي ايكوال 12 وادي 6 هناك بالديفايد 12 اوفر 6 اللي هي تطلع لك ب 2 امبير. خلاص كده؟ يبقى الاي ايكوال 2 امبير. بس خلي بالك هو عايز قرايه الاميتر اللي هي بتقرا 2 اي. طب اذا كانت الاي ب 2 امبير، خلي بالك شوف اللخبطه بقى، يعني انت لو فرحت ان انت طلعت الاي ب 2 امبير ورحت اخترت له 2 غلط. ليه؟ لان الاميتر ما بيقراش اي، بيقرا كام؟ 2 اي. فهتروح تقول له والله طالما قرايه الاميتر بتقرا 2 اي يبقى 2 تايمز 2 ب 4 امبير، يبقى الاجابه بتاعتك تبقى 4. تمام كده؟ السؤال اللي بعده هنا بكل بساطة بيقول لك انه بلب من دول glows more intensely، هتنور اكتر. تعال نشوف، عندي هنا بطارية وهنا بطارية، البوزيتيف ناحية البوزيتيف
ودي في بي ودي زيها في بي يعني هيطلعوا كرنت قد بعض فهيجي الكرنت بتاع دي اي والكرنت بتاع دي يمشي عكسها كده اي يوم ايه اللي حصل له مكنسلين بعض يعني البطاريه دي هتكنسل البطاريه دي بس ده مش معناه ان اللمبات دي ما تنورش خلي بالك ليه بقى لاني عندي باتري تانية شغاله لسه الكرنت بيطلع منها كده وكده فبيتجزأ طب هو قالك ان هم ايدنتيكال يعني دي ار ودي ار يعني 2 ار ودي ار صح كده فالكرنت لما تكون ريزيستنس كبيره يبقى الكرنت اللي ماشي فيها قليل لما تكون ريزيستنس قليله يبقى الكرنت كبير صح كده بس خلي بالك دي ماشي فيها كرنت صحيح اعلى من دول بس الاثنين اتجمعوا ومشوا في مين في الكي فالكي هتبقى اعلى كرنت لان هي الكرنت التوتال اللي هي الكرنت ده بلس الكرنت ده اتجمعوا الاثنين ومشوا في الكي عشان يكملوا ايه السيركت بتاعتهم وبالتالي طالما الكي او اللمبه اللي هي كي عندها اعلى اي يبقى عندها اعلى برايتنس تمام وغير كده انت المفروض تعرفها على طول ان اللامب او الريزيستور او اي حاجه اللي متوصله سيريس بالباتري هي اللي بتاخد ايه الكرنت التوتال تمام كده طيب كده احنا الحمد لله خلصنا شابتر 1 على خير هندخل سريعا ريكاب على شابتر 5 باذن الله ثم بعديها نحل عليه تمام كده كل اللي عايزه منك دلوقتي ان انت عملت ريكاب سريع على شابتر 1 حليت عليه ارجع للاسئله اللي احنا حلينها والفيديوهات اللي احنا حلينها على شابتر 1 هتلاقي كل الاسئله وكل الافكار محلوله ما تسيبش حاجه وفكره انت معاك وقت كويس ما تسيبش فكره ما تحلهاش كده الحمد لله احنا خلصنا اول جزء عندنا بالتوفيق يا رب وان شاء الله نكمل دلوقتي شابتر 5 طيب شابتر 5 ريكاب سريع عليه يلا ونبدا ان شاء الله ايه نحل شابتر 5 ركز معايا ويا ريت يكون معاك النوت بوك بتاعتك وتكتب ايه النوتس اللي هنقولها شابتر 5 اول حاجه خالص بنتكلم على البلاك بودي راديشن بلاك بودي راديشن خلاص كده اول حاجه في البلاك بودي راديشن عايزك تعرفها اول حاجه ان الراديشن بتاعه كونتينوس يعني ايه كونتينوس يعني لما ترسمه كجراف كده ما بين الراديشن انتنسيتي والويف لينث يطلع لك كيرف مستمر يعني في كل الويف لينثز وطالما في كل الويف لينثز يبقى يطلع لك شريط فيه كل ايه الالوان مفيش ايه ويف لينث مفيش لمبه ناقصه مفيش لون ناقص يطلع لك ايه سبيكترم كده في كل ايه الالوان طب تاني حاجه لازم تعرف ان هو ان البلاك بودي ده هو بيرفكت ابزوربر وبيرفكت اميتر يعني هو بياخد كل الراديشن او الاشعاع اللي بيقع عليه وبيرجع يرجعه ايه او يطلعه كله تاني طيب مين اللي فسر او شرح الباك بودي راديشن بلانك قال لنا ايه بلانك ان الراديشن انتنسيتي وقلت لك اول ما اقول لك كلمه انتنسيتي يعني نمبر اوف فوتون يبقى الراديشن انتنسيتي هي النمبر اوف ايه اوف فوتونز خلاص كده عدد الفوتونز يبقى كلمه انتنسيتي دي يعني عدد يعني نمبر طب هنا الويف لينث لقيت ان انا عندي عند مثلا تمبريتشر ولتكن عند 6000 كلفن تمبريتشر مثلا وليكن عند 1000 كلفن التمبريتشر الاعلى عندها راديشن اعلى فاقدر اقول ان as temperature increase radiation intensity increase خلاص كده اهو البيك بتاعت التمبريتشر اعلى عندها راديشن اعلى بس عايز ابص كده هنا زيرو والويف لينث كده ايه بيزيد فلو قلت دي لامدا مثلا بتاعت الالف ودي لامدا بتاعت الـ6000 مين اكتر ايه ده اللامدا بتاعت الالف اعلى صح فقلنا من هنا ان التمبريتشر انفرس مع
الويف لينث وطلعنا بحاجة اسمها فينزلو اللي هي لامدا 1 اوفر لامدا 2 ايكوال تي 2 اوفر تي 1. الرول ده مهم جدا ان اللامدا انفرس مع ايه؟ مع التمبريتشر. فكل بس انه لامدا اللامدا بتاعت البيك دي خلي بالك مش اي لامدا، اللامدا بتاعت البيك بتقل كل ما زود تمبريتشر، يعني كل ما زود تمبريتشر يحصل لي شيفتنج للبيك دي ناحيه ايه؟ الزيرو. طيب دخلنا بعد كده على comparison ما بين بلانك والكلاسيكال فيزيكس. هلاقي ان بلانك ده الكيرف بتاعه اهو، والكلاسيكال ده الكيرف بتاعهم. خلاص كده؟ طيب بلانك قال لنا ايه؟ لو جيت قسمت كده الجزء ده او الجراف ده جزئين، الاقي دي الجزء ده هنا لو لامدا وهنا هاي لامدا، تمام كده؟ عند اللو لامدا بلانك هو الوحيد اللي فسرها الجزء ده وقال لي ان از ان اللامدا انكريز، كل ما اللامدا ما تزيد الراديشن انتنسي انكريز. يبقى اقول كده عند اللو لامدا از اللامدا increase الراديشن increase. طيب عند الهاي لامدا اللي هو الجزء ده مش وانا ماشي كده زيرو، يبقى ده ايه؟ ويف لينث عالي، يبقى هاي لامدا. كل ما الويف لينث ما تزيد الراديشن تقل. خلي بالك ده مين اللي قال كده؟ اللي قال كده بلانك والكلاسيكال، الاثنين حصل بينهم اجريمنت بس فين؟ عند الهاي ويف لينث. يبقى عند الهاي ويف لينث از الويف لينث انكريز الراديشن انتنسيتي ديكريز، تمام؟ وحصل هنا عند الهاي ويف لينث حصل اجريمنت او اتفاق او توافق ما بين بلانك وما بين الناس بتاعت مين؟ الكلاسيكال فيزيكس. خلاص كده؟ طيب بلانك قال لنا شويه افتراضات لازم نكون فاهمينها كويس. اول حاجه بلانك قالها لنا ان الانرجي بتتكون من سمول باكيتس اسمها فوتونز. تاني حاجة بلانك قال لنا ان الفوتون عنده انرجي ايكوال اتش تايمز نيو. الاتش ده اللي هو بلانك كونستنت، الاتش اهو اللي هو بلانك كونستنت. النيو ده اللي هو مين؟ اللي هو الفريكوانسي. والنيو دي ايكوال سي اوفر اللامدا. النيو ايكوال سي اللي هي السبيد اوف لايت اللي هي السبيد اوف فوتونز اوفر اللامدا اللي هو الويف لينث. اذا ممكن اقول ان النيو انفرس مع مين؟ مع اللامدا. يعني كل ما اللامدا ما تزيد الويف لينث، كل ما اللامدا ما تزيد الفريكوانسي يقل. خلاص كده؟ بس الحاجة الأهم اللي قالها لي بلانك إن الإنرجي إيز كوانتايزد. يعني إيه الإنرجي إيز كوانتايزد؟ يعني الإنرجي بتاعت الفوتونز دي أو بتاعت الليفل هتكون يا إما في الليفل الأول اللي هو الـ N ب 1 يا إما الـ N ب 2. عمر ما الأتوم هتكون فين؟ في النص هنا. هي هتكون في الكي يا اما هتكون في مين؟ في ال. فبالتالي الانرجي ايكوال ان اتش نيو. يعني ايه ان اتش نيو؟ لان ده رقم انتجر، رقم صحيح. يعني يا اما ب 0 يا اما ب 1 يا اما ب 2 يا اما ب 3، مش هيبقى هاف. يعني مش يعني ايه معناه ان هو ما يبقاش بهاف؟ ان هو مش هيبقى ما بين التو ليفلز، هو يبقى يا اما في الكي يا اما في ال يا اما في الام وهكذا. طيب جزء مهم برضه لازم نكون عارفين وهو السبيكترم. انا عندي هنا في النص الفيزيبل، ثم هنا الانفراريد، ثم هنا المايكرو، ثم هنا مين؟ الراديو. الناحيه الثانيه هنا عندي اليو في، عندي هنا الاكس راي، وعندي هنا الجاما راي. خلاص كده؟ طيب
الراديو عنده اعلى ويفلينس، الجامعة عندها اقل ويفلينس. في المقابل احنا قلنا نيو انفرس مع اللمضة، فلما تكون اعلى ويفلينس يبقى عندها مينيمم فريكونسي، والجاما راي عندها ماكسيمم فريكونسي. وخلي بالك ان احنا لسه قايلين ان الانرجي ايكوال اتش تايمز نيو، يعني الانرجي دايركت مع مين؟ مع الفريكونسي. فما كل ما النيو ما تزيد يبقى الانرجي تزيد، يبقى بالتالي الجاما عندها ماكسيمم انرجي والراديو عندها مينيمم انرجي. خلاص كده عاجي عند الفيزبل، هلاقي ان هو بيتكون من مجموعه ايه سبيكترم الالوان كده، يهمني فيها اتنين بس، الريد والبلو، وفي النص مين؟ وفي النص اليلو. خلاص كده. طيب وانا ماشي كده الويف لينث يقل، اهو كان عالي فضل يقل لغايه لما ايه وصل اقل حاجه. اذا اللامدا ريد اكبر من اللامدا بلو، ولكن خلي بالك ان الانرجي اللي هي ايكوال اتش نيو، الانرجي برضو ايكوال اتش سي اوفر اللامدا، يعني الانرجي انفرس مع اللامدا، فلما اللامدا تكون كبيره الانرجي تكون قليله، يبقى بالتالي الانرجي بتاعت الريد هتكون انفرس عكسها بقى، اقل من الانرجي بتاعت البلو. يعني حاجه كده اعرفها كويس ان الانرجي بتاعت البلو اكبر من الانرجي بتاعت الريد. خلاص كده. خلنا بعد كده على حاجه اسمها ثيرمو ايونيك ايميشن. طيب الثيرمو ايونيك ايميشن بيتكون من حاجتين مهمين، اول حاجه الكاثود ري تيوب، تاني حاجه الفوتوسيل. الفوتوسيل دي اللي اقدر اقول عليها ان هي السولار سيل، ده التطبيق اللي عليها. طيب الكاثود ري تيوب اهي، هنا في مين؟ في فيلمنت. ليه سميناه ثيرمو ايونيك؟ قالك لان انت بتوصل دي بكارنت، فيقوم عامل هيتنج للفيلمنت اللي هو احنا بنقول عليه كاثود، يقوم مطلع الكترونز. خلاص كده. طيب الالكترونز دي عايز اتحكم فيها، قمت حاطط لها حاجه اسمها نيجاتيف جريد. النيجاتيف جريد ده نيجاتيف والكاثود نيجاتيف، يحصل بين النيجاتيف جريد والالكترونز اللي هي اصلا نيجاتيف ايه ريبالشن. فلو انت زودت النيجاتيفيتي هتزود الريبالشن، فبالتالي تقلل الالكترونز اللي بتمر، فبالتالي تقلل البرايتنس بتاعت الشاشه دي. ليه؟ لان البرايتنس بتاعت الشاشه او الاضاءه بتاعتها بتعتمد ان الالكترونز تخبط ايه فيها. طيب لو انا قللت النيجاتيفيتي او خليتها ساعات يقول لك كده ابلاي بوزيتيف بوتنشال اون ذا جريد، يعني بدل ما يخليها نيجاتيف قليل لا دخليها بوزيتيف كمان، طبعا هيزود النمبر اوف الكترونز هيزيد، فبالتالي البرايتنس طبعا ايه اللي يحصل له؟ يزيد. خلاص كده. طيب بعدين بحط هنا بوزيتيف انود عشان يديهم ايه كاينتيك انرجي، يسحبهم او يشدهم لقدام. بعدين بحط هنا حاجه مهمه قوي اسمها بليت اكس واي. ايه بليت اكس واي دي؟ قالك دي عباره عن الكتريك اند ماجنتيك فيلد بيربنديكولار على بعض. ايه وظيفتهم؟ ان هم يعملوا دايركشن للالكترونز على السكرين. اي الكترونز بتتحرك جوه كيوب بيأثر عليها حاجه بوزيتيف ونيجاتيف انود وكاثود ليها الرول ده. كاينتيك انرجي ايكوال هاف ام في سكوير ايكوال اي تايمز البوتنشال ديفرنس. انا هروح كده وارجع تاني ايه للسلايد دي. احنا قلنا كاينتيك انرجي ايكوال هاف، ده كاينتيك انرجي بتاعت مين؟ بتاعت الكترونز. ها ايكوال هاف ام في سكوير الماس دي ماس اوف الكترون، في سكوير ايكوال اي تايمز بوتنشال ديفرنس، دي فيلوستي. الفولت انا بكتبه كده عشان ايه اميزه لك، ده ايه بوتنشال
ديفرنس. يعني ايه بوتنشال ديفرنس؟ قال ده البوتنشال ديفرنس ما بين مين ومين؟ الانود اللي هو البوزيتيف والكاثود اللي هو النيجاتيف. عرفت منين ان الكاثود نيجاتيف؟ لان هو بيطلع الكترونز، واي حاجه عندنا بتطلع الكترون سميناها كاثود او نيجاتيف. طيب اكتب لي بعد اذنك الرولز دي كده وخليها قدامك، مش موجوده في ورقه المفاهيم دي، خليها جاهزه في دماغك كده ان شاء الله، وان شاء الله تلاقيها ايه في الامتحان. قال لك ال v اللي هي الفيلوستي ايكوال، دي كده فيلوستي، سكوير روت 2 ev اوفر ال m. خلاص كده. طيب هو مش ال ev دي هي كاينتيك انرجي؟ يعني ممكن اقول ان ال v1 اوفر v2، يعني ممكن اشيل الاثنين دول اصلا واحط ايه كاينتيك انرجي. طب لو انا عايز اقارن، مش ال2 وال e وال m دول كونستانت؟ فبالتالي ال v دايركت مع روت الفولت، يبقى سكوير روت فولت 1 اوفر فولت 2. دي كده مهمه جدا. طب ايه تاني؟ قال لك طيب انا لو شلت ال e v دي وحطيت مكانها كاينتيك انرجي، مش ال2 وال m دول ما بيتغيروش كده كده، فهشيلهم من حساباتي، يبقى v1 اوفر v2 v دي اللي هي فيلوسيتي برضه ايكوال سكوير روت كاينتيك انرجي 1 اوفر كاينتيك انرجي 2. ده مهم جدا اكتب. طيب ايه تاني؟ يبقى احنا كده قلنا ان ال v 1 اوفر v 2 ايكوال سكوير روت فولت 1 اوفر فولت 2، ده فولت دي فيلوستي. V1 over V2 equal square root kinetic energy 1 over kinetic energy 2. قلنا ان kinetic energy equal half mv square mass دي mass of electron equal E times potential difference V. طيب ايه تاني؟ قلنا ان ال V اللي هي ال velocity equal square root 2EV over ال m. خلاص كده. نيجي على الفوتو سيل او اللي هي السولار سيل. هي عباره عن ايه؟ عباره عن تيوب كده فيها ميتال. الميتال ده بيقع عليه فوتونز. يقع عليه ايه؟ فوتونز. الفوتونز دي تديله انرجي. مش كل فوتون من ده احنا متفقين ان عنده انرجي اتش نيو اللي هي الاتش اللي هو بلانك كونستنت تايمز الفريكونسي، هيخبط في الميتال سيرفيس طلع لي الكترونز. عشان كده الظاهره دي اسمها فوتو الكتريك افكت. ليه سموها كده؟ عشان هي بتحول فوتونز وتخليه يطلع لي الكترونز، فسموها فوتو الكتريك افكت. ودي الاكتشاف او دي الظاهره اللي اكتشفها اينشتاين وخد عليها جائزه نوبل. خلاص كده. بس هنا كان في شرط، الميتال كان عنده انرجي كده ماسك بيها الالكترون اسمها الورك فانكشن. كان لازم عشان الفوتونز دي تطلع لي الكترونز لازم الانرجي بتاعت الفوتون تكون greater than or equal ال e w اللي هي الورك فانكشن. ولو فكيت كل e ل h نيو دي هتبقى اتش نيو كريتيكال، الاتش ثابته فراحت مع بعض، يبقى النيو لازم تكون جريتر ذان اور ايكوال النيو كريتيكال. يا ريت يكون معاك ورقه وتكتب ورايا. طيب نشرح بقى الفوتو الكتريك افكت. انا عندي ميتال سيرفيس، ميتال سيرفيس. خلاص كده. هنا في اتومز مش كده؟ طيب الاتومز دي فيها الكترونز، الانرجي اللي ماسكه الالكترونز دي بالاتوم اسمها ورك فانكشن.
والاي دبليو دي ايكوال اتش نيو كريتيكال. ليه سموها كريتيكال فريكوانسي او نيو كريتيكال؟ قال لك لان ده اقل فريكوانسي يسقط او يقع على الميتال ده عشان يطلع لي ايه؟ عشان يطلع لي الكترونز. طيب هنا مين بيقع او مين بيسقط على الميتال؟ قال لك فوتونز. فوتونز دي ليه اصلها ايه؟ اصلها لايت، صح كده؟ طيب الفوتونز دي كل فوتون منهم عنده انرجي اتش نيو. لو اتحقق لي كونديشن ان الانرجي بتاعت الفوتون كانت اكبر من اور ايكوال الورك فانكشن بتاعت الميتال دي كده بتاعت الفوتون. الورك فانكشن دي خاصه بالميتال، بتتغير كل ما تغير نوع الميتال. خلاص؟ يعني الورك فانكشن طول ما الميتال ثابت الورك فانكشن ثابت. هيطلع لي ايه قلنا؟ طلع الكترونز. خلاص؟ خدنا ايكويشن اللي هي الاي اي دبليو بلس كاينيتيك انرجي، صح كده؟ الانرجي دي اكتب لي تحتيها ان دي الانرجي بتاعت الفوتون، دي الورك فانكشن بتاعت الميتال، دي الكاينيتيك انرجي بتاعت الالكترون. تمام كده؟ طيب الانرجي بتاعت الفوتون اللي هي اتش نيو، الورك فانكشن بتاعت الميتال اللي هي اتش نيو كريتيكال بلس الكاينيتيك انرجي اوف الالكترون اللي هي هاف ام في سكوير. تخيلوها كده ان في واحد قاعد على كرسي وانت عايز تقومه. انت رايح معاك 5 جول. لو هو قال لك انا مش هقوم من هنا الا لما اخد 6 جول، لو رحت حطيت له ال 5 جول هل هيقوم؟ اكيد لا، صح؟ يبقى لازم الانرجي بتاعت الفوتون اللي راح يديها للميتال تكون اعلى او على الاقل بتساوي الطاقه اللي هو عايزها اللي هي الورك فانكشن. فلو انا جيت دلوقتي قلت له الانرجي بتاعت الفوتون اهي 6 جول مثلا وهو كان عايز 5 جول بس، هيروح يديله 6 جول؟ فيقوم قايم او سايب الميتال ب 5 جول ويبقى 1 جول يروح ايه؟ يتحرك بيه. يبقى الباقي من الانرجي بيروح على هيئه كاينيتيك انرجي. يبقى كل ما ازود الانرجي بتاعت الفوتون بزود الكاينيتيك انرجي بتاعت الالكترون، بس مش بزود عدد الفوتونز، خلي بالك، ولا بزود عدد الالكترونز. اكتب لي كده نوت مهمه جدا، كل فوتون واحد مسؤول ان هو يحرر او يعمل فري لوان الكترون. كل فوتون واحد دوره في الدنيا كلها ان هو يعمل فري او يحرر الكترون واحد من الميتال سيرفيس. ما ينفعش فوتون واحد يتعامل مع اكتر من الكترون. خلاص؟ طيب قلنا ان الاي دي اللي هي الفوتو الكتريك افكت. اللي مين قالها؟ اينشتاين. الاي ايكوال اي دبليو بلس كاينيتيك انرجي. الجراف بتاعها مهم جدا. هنا الكاينيتيك انرجي اللي هي هاف ام في سكوير. احنا قلنا دي هتتفك ال اتش نيو ودي اتش نيو كريتيكال بلس هاف ام في سكوير. طب هنا مين؟ هنا النيو. طيب ركز كده، الكيرف بتاعي بيطلع عامل كده. البوينت دي هي الورك فانكشن، فلو لقيت هنا 5 يبقى الانرجي بتاعتي او الورك فانكشن بتاعت الميتال اللي هي اقل انرجي عشان تطلع او تعمل فري للالكترون هي 5 جول او ايا كان اللي عيدها لك بقى. طب هنا مين؟ النيو كريتيكال. خلاص؟ طيب السلوب هو بلانك كونستنت. خلاص؟ ركز في الحاجات الصغيره دي، السلوب هو بلانك كونستنت. النقطه دي اللي هي نيو كريتيكال. طب لو جه في الامتحان اعطالك جراف كده مثلا قال لك ان دي كاينيتيك انرجي ودي نيو ودي مثلا 5 وجاب لك، خلي بالك في الجرافات بيجيب لك هنا كومن فاكتور مثلا 10 تو ذا باور نيجاتيف 7. خلاص؟ يبقى دي مش 5، يبقى دي مش 5، دي 5
وتايم از الكومن فاكتور اللي هو اعطاه لك اللي هو 10 تو باور نيجاتيف 7 تمام كده. طب يبقى دي نيو كريتيكال صح. طب انا عندي وقال لك مثلا عايز احسب لي الورك فانكشن يبقى الاي دبليو اللي هي الورك فانكشن ايكوال اتش نيو كريتيكال تمام كده. يبقى النيو كريتيكال اخدها اللي هي دي تايمز الكومن فاكتور طبعا بتاعها لو في يبقى اتش تايمز النيو كريتيكال اجيب مين الورك فانكشن. خلينا بالنا من الحاجات ايه الصغيره دي. طيب جاء واحد اسمه كومبتون وعمل التجربه الشهيره بتاعته ان هو عمل كوليجن ما بين فوتون والكترون تمام. فالفوتون حصل له سكاترينج والالكترون برضه حصل له سكاترينج. الالكترون ده كان المومنتوم بتاعه بزيرو والفيلوسيتي بتاعته بزيرو. الفوتون كان عنده انرجي اللي هي اتش نيو وكان عنده مومنتوم بي ايكوال اي اوفر سي. الرولز نصيحه في المودرن بالذات لازم تكون حافظها وخصوصا في شابتر 5 تمام لان انت عدتوه لو انت مش عارفها. طيب الفوتون كان عنده انرجي ايه؟ لو انت بتجري خبطت في واحد واقف مكانه الانرجي بتاعتك تزيد ولا تقل؟ اكيد لما تجري تخبط في حد الانرجي بتاعتك تقل. يبقى هيبقى عندك الفوتون هيبقى عنده انرجي اي داش ليس ذان الاي وبالتالي هيبقى عنده مومنتم برضو اقل من المومنتم اللي كان عنده. بينما الالكترون اصلا كان قاعد ايه؟ ستاتيك. فلما هيخبط فيه الفوتون هيدي له جزء من الانرجي بتاعته فيبدا الالكترون يتحرك بمومنتم بي ايكوال ام تايمز في. خلاص؟ طيب خلي بالك في كومبتون اي داش اللي هي افتر كوليجن ليس ذان الاي اللي هي بي 4. بس خلي بالك ان الانرجي انفرس مع الويف لينث فالويف لينث افتر كوليجن بيبقى اكبر من الويف لينث بيفور. تمام كده؟ طيب دي برولي او دي براولي قال لنا ان اللامدا ايكوال اتش اوفر ام في. خلي بالك ان الاتش ده بلانك كونستنت ده كونستنت ما بيتغيرش والماس اوف الالكترون دي كونستنت. اذا اللامدا مين بيتحكم فيها؟ الفيلوسيتي. خلاص؟ واللامدا انفرس مع الفيلوسيتي. يبقى لو انا عندي الكترون ما كل ما ازود الفيلوسيتي بتاعته الويف لينث يقل. طب استخدم ده فين؟ استخدم ده في الالكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب عباره عن تيوب كده وبعمل انجكشن السامبل بتاعتي وهنا في حاجه اسمها الكترون جن تمام اللي هو الكاثود. وبعدين عندي هنا الانو وقبليه كمان في جريد على فكره نيجاتيف. طيب وبعدين باخد الصوره دي اطلعها على شاشه ايه؟ كمبيوتر. طيب في الكترون زي هنا بتجري عشان تخبط في السامبل بتاعتي. لو انا عايز اعمل بنتريشن يعني اخلي الالكترونز تدخل جوه ايه؟ الخليه او السيل بتاعتي. يبقى انا محتاج اقلل الويف لينث. طب انا قلت لك ان اي الكترون بيتحرك جوه تيوب الكاينيتيك انرجي بتاعته ايكوال هاف ام في سكوير ايكوال اي تايمز الفي. خلاص كده؟ طيب الفي دي البوتنشال ديفرنس ما بين الانود والكاثود اللي هو الالكترون جن. طيب انا عندي اللامدا ايكوال اتش تايم اتش اوفر ام في. انا عايز اقلل اللامدا يبقى ازود الفيلوسيتي. طب انا اعمل ايه عشان ازود الفيلوسيتي؟ ازود الفولت يعني ازود البوتنشال ديفرنس ما بين الانود والكاثود. خلاص كده؟ اخر حاجه عندي في الشابتر الفورس اوف بيم او لايت بيم. خلاص؟ الفورس اوف لايت بيم يعني لو عندي ورقه كده بيقع عليها لايت ليزر مثلا عايز احسب الفورس اللي بتاثر بيها اللايت او الفوتونز دي على الورقه.
الاف ايكوال 2 باور اوفر سي والباور ايكوال اتش تايمز نيو لول فريكوانسي فاي ال. كل ده ما فيهوش مشكله. الفاي ال هي اللي بيسال عليها في الامتحان. الفاي ال دي اسمها نمبر اوف انسيدنت فوتونز. بس خلي بالك كده نمبر اوف انسيدنت فوتون بير سكند. خلاص يعني هي عدد الفوتونز اللي بتقع على الجسم بتاعي ايا كان بقى ورق ولا اي حاجه بير 1 سكند. طيب يبقى احنا قلنا ان الاف ايكوال 2 باور اوفر سي وعندنا الفاي ال الباور ايكوال اتش نيو فاي ال ومنها يبقى الفاي ال ايكوال الباور وادي الاتش نيو هناك ايه بالديفايد يبقى الباور اوفر اتش نيو. خلاص كده. من الحاجات المهمه قوي في الشابتر عندنا حاجه اسمها اينشتاين ايكويشن بتربط الماس بال انرجي. يبقى تربط مين بمين؟ الانرجي بالماس او الماس بالانرجي. طيب اللي هي ايه الايكويشن الاول؟ اللي ايكوال ام سي سكوير. لو هو جاب لك مثلا 0.001 كيلو جرام ايكوال كام جول؟ يبقى هتاخد هي دي الماس وتتاكد ان هي بالكيلو جرام تعوض بيها هنا تايمز السي اللي هي 3 تايمز 10 تو ذا باور 8 ولكنها كلها ايه؟ سكوير. يبقى انت كده هتحول الماس الى انرجي بالجول. تمام؟ طيب نحل شويه اسئله وان شاء الله شابتر 5 او المودرن كلها هنفضل كل مره واحنا بنحل هنفضل نحل عليهم. فهي مش دي كل اسئله شابتر 5 احنا هنفضل كل حصه ان شاء الله مع المودرن بنحل على شابتر 5. طب المره الجايه هنحل على 5 و6 المره اللي بعديها 5 و6 و7 وهكذا. اول سؤال بيقول لي السبيكتروم resulted from the black body. احنا اتفقنا اول ما يقول لي black body يبقى السبيكتروم بتاعه continuous. طيب اهو ده سؤال مشترك مثلا بين 5 و6. السؤال اللي بعده هنا بيقول لك لامدا 1 longest wave ولا لامدا 1 هي shortest wavelength of the visible light يعني دي visible ولامدا 2 longest wavelength of the visible. يبقى الحته اللي بينهم دي كلها هي visible اصلا صح؟ طيب الفيزيبل ده اللي هو انا واحد من دول هل الايرث بتطلع لايت حاجه بنشوفها؟ لا طبعا. يبقى دي بتطلع ايه؟ هيت. واي هيت اكتب لي كده بعد اذنك ان الهيت يعني انفراريد على طول. هيت يعني انفراريد. طب التنجستن بلب برضه بتطلع انفراريد اللي هي هيت لان هي بتطلع هيت اكتر بكتير جدا 80% هيت يعني اكتر الراديشن بتاعها بيكون انفراريد او هيت. الهيومن بادي برضو بيطلع ايه؟ انفراريد. مين الوحيده اللي بتنور او بتطلع لنا لايت بنسبه كبيره؟ الهيومن ستار او الشمس. دي الوحيده اللي ايه؟ الفيزبل. يبقى هي دي اللي ايه؟ اللي هختارها طبعا. السؤال اللي بعده. السؤال ده بيقول لي لو الالكترون بيم جايدنس سيستم حصل له ايه؟ does not exist يعني لما الالكترون بيم جايدنس اللي هم مين؟ اكتب لي كده بعد اذنك على الالكترون بيم جايدنس اللي هو بليت اكس واي اللي هي الالكتريك والماجنتيك فيلد لما ما يبقاش موجود يعني مش شغال فمش هيحصل دايركشن للالكترونز ومش هيحصل توزيع للالكترونز على السكرين فبالتالي بتطلع لي كلها ايه؟ على هيئه بوينت يعني الالكترونز هتمشي في بيم كده تقع ايه على الشاشه على انها ايه؟ بيم او نقطه كده. طيب هنا بيقول لي ايه؟ ايه المسؤول على الدايركتنج عمليه الدايركشن بتاعت الالكترونز؟ مين مسؤول ان يوجه الالكترونز؟ طبعا بارت 4 اللي هو بليت اكتب لي كده تحتيها بليت اكس واي. خلاص كده اللي هو بارت 4. السؤال اللي بعده بيقول لي انه في الجزء في التيوب هو السورس اوف الالكترون. السورس اوف الالكترون طبعا هو الكاثود. الكاثود اللي هو بارت كام؟ بارت 1. السؤال اللي بعده عندي هنا خلي بالك دول مش متر واحد دول كذا نوع من المترز متر اكس متر واي متر زد
ميتال ام وكذا نوع من الراديشن، واحد جرين واحد ريد، معنى ان في الوان مختلفه، معنى كده ان في ويف لينسز مختلفه. بس قال لك خلي بالك ان هو في الاخر طلعوا لي الالكترون بنفس الكاينتيك انرجي، بالسيم كاينتيك انرجي. طب تعالى كده نكتب الاي بتاعت الفوتون ايكوال اي دبليو اللي هي الورك فانكشن بلس الكاينتيك انرجي. انا جيت لقيت ان الكاينتيك انرجي ثابته فيهم كلهم. هو عايز ايه؟ انهي واحده من الميتالز دول عندها جريتست ورك فانكشن؟ عايز اعلى اي دبليو. ودي كونستنت، قال لك طلعوا الالكترونز كلهم بنفس الكاينتيك انرجي. يبقى بالتالي الانرجي بتاعت الفوتون اللي عندها اعلى انرجي طلعت لي نفس الكاينتيك انرجي، معنى كده ان في حاجه استهلكتها اللي هي مين؟ الورك فانكشن. يبقى اعلى ورك فانكشن عند اعلى انرجي. طيب اعلى انرجي اللي هي مين؟ تعالى افكرك، اللامدا ريد كانت اكبر لامدا في الالوان في الفيزبل لايت، يبقى الانرجي بتاعت الريد اكيد كانت اقل انرجي. ومين الاعلى؟ البلو. يبقى البلو هو اللي عنده اعلى ورك فانكشن، لان هو اعلى انرجي في الالوان هو الانرجي بتاع مين؟ بتاع البلو. طيب metallic surface has a work function كده. هو قال لك ان الورك فانكشن ايكوال بي تايم سي، البي دي اللي هي المومنتوم. اكتب لي كده بعد اذنك المومنتوم، بي ده ايكوال اي اوفر سي، تمام؟ ايكوال بي تايم سي، السي احنا كلنا عارفينها اللي هي 3 تايم 10 تو ذا باور 8 اللي هي السبيد اوف لايت، 3 تايم 10 تو ذا باور 8 اللي هي السبيد اوف لايت او السبيد اوف الفوتونز. Where L, where BL is a momentum, C is speed of light, ماشي. بيقول لك لما photon of momentum 2BL. طب تعال نكتب الايكويشن بعد اذنك. بعد اذنك لما يجي لك سؤال في EW و E وكاينتيك انرجي او حتى لو ما فيهوش اكتب الرولز. Equal EW plus الكاينتيك انرجي. طب هو قال لك ان الEW BC وقال لك ان الفوتون عنده مومنتم 2 بي ال والانرجي من هنا حتى لو عملت كريس كروس الاي ايكوال بي سي، الاي اصلا ايكوال بي تايمز سي، خلاص؟ طيب يبقى لما تكون المومنتم ب 2 بي تبقى الانرجي ب 2 بي سي. هو هنا عايز ايه؟ عايز الكاينتيك انرجي بتاع الاميتد الكترونز. الالكترون اللي هيطلع يبقى عنده كاينتيك انرجي ايه؟ طب تعالى نفكر مع بعض. انا عندي هنا 2 من البي سي وهو قال لي ان الورك فانكشن ببي سي، يعني قادت واحده منهم، مش دي 2؟ واحده راحت للورك فانكشن يبقى الثانيه تروح للكاينتيك انرجي، يبقى دي برضه كاينتيك انرجي تبقى بكام؟ ببي سي. تمام كده؟ طيب اخر سؤال نحله مع بعض. وقيت الاسئله زي ما بقول لكم كل مره ان شاء الله، واحنا بنحل على المودرن هنحل شويه على شابتر 5. خلصنا بنحل على 6 يبقى هنحل على 5 و6. هنخلصنا 6 هنحل على 5 و6 و7 وهكذا. عشان المودرن لازم ايه؟ تربطها كلها مع بعض. انا عندي هنا كاينتيك انرجي رسمها لي مع نيو. بعد اذنك لما يجي لك حاجه زي كده اكتب لي الرول حتى لو مش هتستخدمها. طبعا ده قانون الورك ال فوتوإلكتريك إيفكت الـ E إيكوال إي دبليو بلس كاينتيك إنرجي، خلاص كده؟ واتفقنا إن النقطة دي اسمها نيو كريتيكال اللي هي الـ E دبليو إيكوال H نيو كريتيكال، خلاص كده؟ طيب بيقول لك رتبي الورك فانكشنز أوف ذيس بتاعت الـ A والـ B والـ A والـ C بتاعت ذيس ميترز. طيب أنا عندي النيو كريتيكال وهو عايز يرتب الورك فانكشن. طب الورك فانكشن علاقتها ايه بالنيو كريتيكال؟ اتش نيو كريتيكال يعني دايركت، يعني اعلى نيو كريتيكال عندها اعلى ورك فانكشن. طب احنا عارفين هو هنا بادئ من زيرو اصلا، هنا بادئ من ايه؟ من زيرو. يبقى هو ماشي كده بيزيد، يبقى اعلى نيو كريتيكال هي نيو سي اكبر من نيو بي، اكبر من ايه؟ من نيو اي. وبالتالي يبقى الورك فانكشن سي
اكبر من البي اكبر من الاي طبعا يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ هتبقى اي. خلاص كده؟ ده كان ملخص شابتر 5، ملخص شابتر 1، ملخص اهم الاسئله اللي موجوده في شابترين. طبعا لسه هنحل كتير جدا ان شاء الله. خلص من دلوقتي كل جزء، ما تراكمش عليك حاجه، خلص كل جزء حل عليه ان شاء الله. هيبقى الجزء الثاني شابتر 2 وشابتر 6، الجزء اللي بعده شابتر 3 شابتر 7، ثم شابتر 4 شابتر 8 باذن الله، ثم اخر فيديو خالص هيكون حل اهم الاسئله واهم الامتحانات. خلاص ان شاء الله الفيديو هيكون متاح على القناه بتاعتنا على اليوتيوب، وهيكون متاح على قناه مستر حسن نجار في ضيوف النجار. طبعا حابب اشكر مستر حسن على ان هو يعني هنزل فيديو عنده، فبالتالي هنوصل ان شاء الله لاكبر عدد نقدر نفيدهم. خلص كل جزء حل عليه على قد ما تقدر، ما تراكمش حاجه. اخر يوم نصيحه، ما تحلش امتحانات كتير، اللي هو يوم الاربعاء اللي هو قبل الامتحان على طول، ليله الامتحان ما تحاول ما تحلش امتحانات كتير، حاول حل امتحانات على قد ما تقدر قبل كده. اليوم ده خليه كده ريكاب سريع على المنهج، الحاجات اللي انت محتاج تاكد عليها، الاسئله اللي انت غلطت فيها قبل كده عايز تحلها تاني، وخليه يوم خفيف هادي كده، وان شاء الله ربنا يكرمكم في الامتحان ويكون امتحان سهل وتطلعوا مبسوطين ان شاء الله. بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.